الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله جميعا، أهلا بكم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم من الإخبارية الجزائرية على مدار ساعتين من الزمن تتابعون فيه اليوم. في مسافة أمان سنتحدث اليوم عن مخاطر سياقة الدراجات النارية التي تكثر في موسم الاصطياف وتسبب الكثير من حوادث المرور المميتة، ما هي الأحكام التنظيمية لها وما هي طرق الوقاية منها؟ في الشأن الصحي نواصل الحديث اليوم عن الوضعية الوبائية في بلادنا التي تبعث على القلق في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات وظهور الفيروسات المتحورة. اليوم سنقف عند آثارها على أصحاب الأمراض المزمنة وعند سبل الوقاية مع استمرار عملية التلقيح في بلادنا. في ركن البيئة قافلة ترفيهية لصالح أطفال أدرار ورقلة وغردايا تنظمها الوكالة الوطنية للنفايات من أجل تنمية وترقية ثقافة بيئية لدى الطفل. وفي فضاء الجمعيات سنتوقف اليوم عند مخاطر السباحة في الوديان والآبار والسدود التي تهدد حياة الشباب والأطفال، وكيف يسعى المجتمع المدني لتكثيف التحسيس والتوعية بذلك من خلال نشاط الجمعية الولائية للمواطنة وحماية الأسرة وحقوق الإنسان. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل كل هذه المحاور. أهلا بالجميع. إذن البداية بالشأن الصحي، حيث سنواصل الحديث عن الوضعية الوبائية في بلادنا التي لا تزال تبعث على القلق في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات وظهور الفيروسات المتحورة. أستقبل ضيف الصحة بعد الفاصل. ضيفي في الاستوديو البروفيسور جمال الدين نيبوش، مختص في امراض القلب والشرايين. بروفيسور نيبوش صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير عليكم ان شاء الله. اهلا بك بروفيسور. الوضع الصحي المرتبط بكورونا لا يزال مخيفا ومقلقا في ظل ارتفاع الاصابات وعدد الوفيات وظهور الفيروسات المتحورة، كيف تقرا ذلك دكتور؟ شكرا على الاستضافة. الوضع الصحي العالمي الآن متدهور ومقلق جدا، لأن هذا الوباء راهو منتشر جدا في كل البلدان، وفي الجزائر احنا كنا منتظرين هذا الوضعية، كانت منتظرة. لماذا؟ لأن وأكدت في عدة مرات بأن شكل هذا الفيروس الوبائي هو يجي يعني بموجات، نعم، موجة تجي موجة تروح، وهذه الموجات يعني بدينا نفهموا لماذا، لأن الفيروس عنده يعني سلوك خاص له، مش كالفيروس الانفلونزا، نعم، اللي يبقى يعني بعد شهور ويروح. لكن هذا الفيروس رانا متأكدين الآن راو باقي في كل البلدان، وما عندناش إشارات باللي هذا الفيروس راح يروح في 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 الأيام المقبلة أو في الشهور المقبلة أو في السنوات المقبلة. هذا الفيروس يبقى، وانا نأكد اليوم باللي هذا الفيروس راح يبقى سنوات، ولهذا يعني مشكل كبير. صحيح، لازمنا تكون عندنا استراتيجية في الجزائر، استراتيجية باش لازمنا نخمو مليح ونفكروا في استراتيجية تاع السنوات المقبلة مش الأيام المقبلة. يعني إذا كان جات موجة ونبداو نقولوا المستشفيات غلقوا وما المرضى اللي عندهم مرض مزمنين ما يجيوش يداويو، هذا يعني مش الحل. الآن هو الحل وأكدناه من قبل، لازم يكون مراكز خاصة، نعم، لتكفل بهذا المرض، لأن ما زال سنوات قدامنا. لازم نديروا مراكز كما في الصين، يجيبوا دي بري فابريكي يديروا مراكز،
ويكونوا الأطباء في هذا المرض. مرض جديد لازم تكوين خاص بالتكفل بهذا المرض، مش اللي يجي طبيب يداوي في كل المستشفيات. احنا ما نعرفوش نداوي يعني امراض القلب الشرايين او نداويو الكوفيد. لازم يكون يعني الطبيب العام باش نعطيو له كل امكانيات باش يقدر يتكفل بهذه الامراض في مراكز خاص. موش يجي موجة تقول خلاص اغلق، لا ما نغلقوش، كان مراكز خاصة وخاصة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة. أنا 4 ملايين السكان في قسنطينة عنابة، يكون مراكز خاصة وأكلنا عليه هذا مدة أشهر. ولازم يعني يكون استراتيجية الآن، موش استراتيجية تاع أيام المقبلة، ولكن تكون استراتيجية محكمة على السنوات المقبلة، لأن هذا الفيروس يبقى لازمنا نعيش معاه، المواطن لازم يعيش مع هذا الفيروس، الطبيب لازم يعيش مع هذا الفيروس. ولكن احنا مؤسفين، كاين 3 نقاط مهمين الآن. أولا لازمنا نقولوا حاجة مهمة، ما كان حتى دواء الآن، هو فشل طبي عالمي. نعم. حتى دواء الآن ليعالج الكورونا ما كان بفعالة يعني قوية، الكورونا ما كانش، يعني هذا فشل طبي عالمي عارفين به الآن. النقاط 3، أولا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الوقاية مركزة على التباعد الجسدي، الكمامة، وغسل اليدين. ولكن في هذو 3، الكمامة غير يعني في الجزائر ما راهمش يستعملوها. ثانيا التباعد الجسدي نقولوا 30%، ولكن غسل اليدين ما كانش، غير موجود. هذا الفيروس يتنقل باليدين وعلى طريق الهواء. نعم. لازم حنايا الاخ المواطن لازمنا نوعيه كيفاش يعني يتعامل مع هذا الفيروس اللي راهو باقي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو التلقيح ضروري، وأكدوا عليه العلماء الآن. لأن يحمي من الفيروسات، ويحمي من الفيروسات المتحورة. وكاين ما كانش دراسات دقيقة الآن، راهي يعني في طريق باش تكون واجدة، ولكن احنا في الميدان كل العلماء أكدوا باللي واحد اللي دار اللقاح وجاه الكورونا يقدر يجيه كورونا. صحيح. يقدر يجيه كورونا، ولكن يكون يعني ما يكونش يعني مضاعفات خطيرة، مضاعفات ما كانش، ويكون يعني شغل سامبل غريب، شغل يعني ان غوم، يعني بنعم. لا توصل المريض الى غرفه الانعاش. نعم. اللي يدير اللقاح. نعم. يكون يعني تكون يعني حاله خفيفه جدا. هذا ناكدوا عليه. ولي ما دارش اللقاح؟ نعم. وخاصه اذا كان يعني جاه الفيروس المتحول تكون خطوره كبيره الان، لان هذا الفيروس متحول. ما هو المشكل؟ ينتشر بسرعه. نعم. بسرعه. ثانيا عنده خطورة أكثر 50% أكثر من كل الفيروسات الأخرى. نعم. وخاصة هذا الدلتا الأخير. وكاين مشكل آخر، هو الفيروس يتحور، الفيروس في كل الفيروسات يتحور، مش فيروس غير ثابت بروفيسور، مش غير فيروس كورونا فقط. نعم. الناس عم بالهم غير كورونا. نعم. الفيروس نتاع انفلونزا كل عام كاين فاكسان يخرج جديد. نعم. المشكل الان تاع العلماء يشوفوا اذا كان يديروا لقاح يعني ضد هذا المتحول.
هذا مشكل. مشكل ثاني راح تطرح لي سؤال على المناعة، يعني مناعة الفيروس ومناعة اللقاح. كان زوج مناعات مش واحدة، مناعة اللقاح مناعة اللي عنده اللي دار الفيروس. هل اللي جاه المرض الفيروس لازم يتلقح أو ما يتلقحش؟ بعد وحتى أيضا بروفيسور، يعني حتى من يلقح يعني كم من الوقت ستبقى المضادات الحيوية في جسمهم؟ كان بعض المواطنين يجيوا يقولوا لي أنا درت الفيروس كورونا، مرض شديد، ولكن أنا نجم نشوف المناعة، هل ندير اللقاح أو ما نديرش؟ لازم يدير اللقاح، لأن سؤال تاعك مهم ومهم جدا. مدة المناعة بعد الكورونا ما نعرفوهاش، وقتاش وشحال من المدة؟ هل 6 شهور؟ هل عام؟ ما كانش دراسات دقيقة في العالم تأكد، وهي شخصية مش يعني خاصة بكل شخص. نعم، مدة المناعة متاع اللقاح أيضا ما نعرفوهاش أيضا، ولهذا كان بعض من المصالح العلمية الصيدلانية كفايزر أكدت باللي لازم تكون جرعة ثالثة باش يكون يعني نبقاو في المناعة. جرعة ثالثة ضمن اللقاح؟ نعم، بعد جرعتين. نعم، بعد جرعتين. وحنا نخمو في الجزائر هل لي أنا كما درت اللقاح تاعي 6 شهور، هل لازمني نعاود نزيد ندير؟ ولهذا في الجزائر لازم يأكدنا. نعم، هل لازم جرعة يعني ثالثة باش المناعة تاعي تبقى في جسمي؟ هذه ومن يقرر؟ نعم، ومن يقرر؟ من يتخذ هذا القرار؟ هذا القرار السلطات الصحيه في الجزائر، يعني وعندنا الان يعني هل له علاقه بمنظمه الصحه العالميه ولا؟ نعم، هل له علاقه بقرارات ممكن تاخذها منظمه الصحه العالميه، ام يعني يبقى شان داخلي ولنا سلطه القرار؟ كل السلطات تنجم تاخذ قرار. يعني هما في اوروبا راهم عندهم بروتوكول وعندهم يعني الجمعية الأوروبية. نعم، يعني هي اللي تقرر، يعني عندهم أسلوب، يعني مش كما في إفريقيا، ما عندناش احنا أسلوب خاص لإفريقيا. أوروبا عندها أسلوب تاعها خاص، وأمريكا عندها أسلوب تاعها خاص، ولكن احنا لازمنا يعني وعندنا يعني اللجنة تاعنا هي تقرر، ما كاين حتى مشكل. نعم، وإلا كان عندنا يعني إشارات في الجزائر باللي المناعة باللي راهي تنقص، نعم، حتى بعد التلقيح ما تكونش فعالة بعد 6 شهور أو عام، لازم يكون يعني جرعة أخرى تاع اللقاح، هذا لابد. طيب بروفيسور، بالعودة إلى الفيروسات المتحورة، يعني هل سيكون الوضع بالنسبة لنا مثل باقي الدول الأوروبية؟ سينتشر أكثر يعني هذا الدلتا ويختفي الألفا السلالة الأولى والكلاسيكية؟ هل يعني تأخر وصولها للجزائر يعود إلى الإجراءات الغلق، وبالتالي هل إذا ارتفعت الإصابة سنعود إلى رفع ساعات الحجر؟ أكيد هي النقطة هذه أكيدة، ولكن إحنا نشوفوا أسلوب تاع الفيروس في البلدان كالجزائر، المغرب، تونس، ما عندناش يعني خطورة كما في البلدان المتقدمة، وهذا ما قدرناش حاولنا نشوفوا يعني عندنا باش نشوفوا يعني علميا كيفاش هذا الوضع كيفاش جاء، ما عندناش يعني ما نجموش ناكدوا يعني علميا بهذا المشكل. ودروك هذا لا ثوازيام فاغ، يعني لا ثوازيام فاغ ولا كاتريام فاغ ولا كل واحد واش يحكي، هذا مش مشكل تعرفها، مشكل هو ارتفاع نتاع عدد الوفيات والمصابين. نعم، الاصابات بالفيروس، وخاصة بيجي تدريجيا ترتفع وينطلق. هذا هو يعني اسلوب تاعه، يجي تدريجيا. شفنا وانا اكدت قلت باللي راهو عندنا ارتفاع خفيف من المصابين بالفيروس،
ولكن حذري. صحيح. رانا رايحين للانطلاق. هما قال لك الحاله مستقره. انا اكد اليوم ما كانش حاله مستقره في كيكون الفيروس الكورونا في كل بلدان المتقدمه. البلدان العالم. ما كانش ما تقدرش تكون حاله مستقره. حاله يعني الهدوء. هي كاين حاله هدوء. وين؟ العدد المصيبين الإصابات. نعم الإصابات قليلة، ولكن ما نجموش نقولوا حالة مستقرة ورانا متحكمين في الأمور. لا، لأن تقدر تجي موجة بعد شهور وتكون يعني قاضية، لأن الموجة هذه ما نعرفوش كيفاش راهي تصير، لأن الموجة تنجم تنخفض. نعم. بعد شهور، بعد أيام، بعد أيام، أسابيع، ما نجموش نعرفوا. صحيح. يعني ما نجموش نعرفوا هذا المشكل. تنجم تنخفض، تنجم تزيد تقوى أكثر. ونقولوا كما في الهند أو في البرازيل أو في كل البلدان لعدد الوفيات يعني بكثرة. وحنا في الجزائر ما عندناش يعني إحصائي، ما عندناش معلومة يعني دقيقة يوميا في العدد يعني الإصابات، لأن عدد الإصابات كما قالت الواماس متركزة على البي سي آر، ولكن كان أكثر وأكثر وأكثر اللي عندهم الكورونا وما داروش بي سي آر. نعم. إلا كان يقول لك رانا في 600 الآن، هاد 600 يعني مش يعني حالة يعني حالة الجزائر اليوم أكثر من 600، ولهذا لازم بي سي آر هذا ينتشر ولا يعطيونا أرقام نتاع لو ديبيستاج رابيد، ولا يعطيونا أرقام أخرين باش نعرفوا، ولا سكانير يعطيونا أرقام تاع بي سي آر، أرقام تاع سكانير، أرقام تاع ديبيستاج رابيد، لو تيست رابيد، باش نعرفوا نقيموا يوميا الحالة الوبائية في الجزائر. نعم. هذا مهم جدا نأكد عليه. يبقى السبيل الوحيد بروفيسور يعني للتقليل ومن حتى هذه المخاوف هو اللجوء دائما إلى التلقيح، يعني هو الحل الوحيد المتوفر حاليا. يعني هو الحل وما قلت لك ثلاث نقاط: تباعد وما يعني يتبع الإجراءات الوقائية المرافقة. الإجراءات الوقائية معروفة وأكدنا عليها ألوف مرة. التلقيح، وثالثا الحجر الصحي. نعم. ثلاث نقاط مهمة. يعني هل تتوقع بروفيسور أنه نعود ونرجع للحجر الصحي؟ الحجر الصحي يجب يكون يعني في مناطق معينة من الجزائر. أين ترتفع الإصابات؟ لماذا قلت لك لازمنا يعني يكون إحصائيات دقيقة يوميا باش نعرفوا هذا الفيروس وين راه موجود بكثرة؟ إلا كان يقول لك في الجزائر موجود بكثرة، ولاية الجزائر هي عندها يعني عدد كبير من وهناك تباين يعني في عدد الإصابات في الولايات، لازم إجراءات. نعم. إجراءات تاع حجر صحي. وهذا الحجر الصحي يمد نتائج وشفناها. نتائج صحية. شفناها في البلدان المتقدمة. نعم. نتائج. وحتى في الجزائر ما أخذ ظهور. نعم في الجزائر. وإحنا عندنا يعني حجر تاع الجزائر، وشفنا يعني كي غلقنا يعني كل الحدود تاعنا، شفنا باللي فيروسات ما دخلوش. ونزيد نأكد لك. نعم. نقطة مهمة جدا، كي نشوفوا الجار تاعنا تونس راهو في حالة مؤسفة أكثر من الجزائر، وناني خايف الحالة تاع تونس تنتقل إلى الجزائر. وعندنا فيروسات بين يعني حدود مع البلدان يعني. نعم. المجاورة راهو يدخل الفيروس. راهو يدخل الفيروس، وفي تونس عندهم فيروسات يعني متحولين بكثرة، وهذا خطر. ولهذا الحدود تكون لازم تكون مغلقة تماما. طيب بروفيسور، باش نتحكموا في الأمور حتى نتحكم في الوضع. نعم بروفيسور، يعني دعنا نعود إلى مخاطر وأضرار هذه الفيروسات المتحورة على أصحاب الأمراض المزمنة، وبالضبط يعني التخصص الذي تشرفون عليه، مرضى القلب والشرايين. أنا مؤسف باللي أمراض المزمنة ما تلقحوش. ما عندناش العدد الآن نسبة مئوية تاع المرض اللي عندهم مرض المزمن. وانا يا نقول
وزارة الصحة الآن راهي وحدها تعاني وحدها، لازم الجمعيات يعاونوا وزارة الصحة، احنا لازم نعاونوا وزارة الصحة لأن هذا مشكل، مشكل يعني عالمي ومشكل جزائري. يعني باش يعني باش نحسوا المواطنين وخاصة اللي عندهم أمراض المزمنة القلبية. كيف يؤثر عليهم الفيروس بروفيسور؟ نعم؟ كيف يؤثر عليهم على هذه الفئة الفيروسات المتحولة؟ كيف تؤثر عليهم؟ خطورة الفيروس أكثر أكثر من كل إنسان اللي ما عندوش يعني أمراض مزمنة، اللي عنده ارتفاع الضغط الدموي، الدا السكري، كل هذه الأمراض يعني خطورة الفيروس إذا كان جاهم الفيروس تكون أخطر ويروحوا إلى مصالح الإنعاش. وفيه النسبة المئوية معروفة أكثر وخاصة مع هذا الفيروس المتحول. احنا نأكدوا وراهم الجمعيات، أنا نأكد اليوم في البلاطو تاعكم وراهم الجمعيات ما راهمش يعاونوا. الجمعيات يلزم في هذا يعني المشكل العويص اللي رانا نعانيهم فيه في الجزائر، الجمعيات لازمها تقوم بالواجب تاعها وتساعد الوزارة الصحة. ورسالتك للمواطنين يعني؟ ورسالتي أيضا للمواطنين، نعم، رسالة للمواطنين أيضا الالتزام بالإجراءات، الالتزام بكل هذه الإجراءات. رانا نشوفوا المواطنين، ولكن احنا ما نقدروش نقول المواطن الجزائري هو اختياري، ولكن يبقى نعم يبقى المواطن أمام مسؤولية أخلاقية. شكرا. يعني نعم نعم، وحنا نشوفوا كل مواطنين في العالم، احنا تشوفوا يعني كل ما عندهمش الكمامة في، ولكن الإجراءات عندهم هما كما دوك تشوف انت اللي ستاد دو فوتبول نشوفوا لي ماتش يقول لي كيفاش ما عندهمش كمامة دخلوا ستاد دو فوتبول، ولكن هادوك داروا اللقاح، داروا البي سي ار، ما يدخلش يعني بدون راه منظمين. انا يجي واحد ما دارش اللقاح ما عندوش الماسك ويتخلط مع واحد اخر، وإلا كان واحد يعدي خمسة ولا ستة وهذا معرفوه باللي فيروس هذا المتحول، هذا الفيروس هذا ينتشر بسرعة وخطورته أكثر من الفيروس الأصلي. وين رايحين هكذا؟ إن شاء الله رسالتك وصلت للجميع. شكرا بروفيسور، أشكرك جزيلا البروفيسور جمال الدين يبوش، مختص في أمراض القلب والشرايين، على كرم الحضور وعلى كل هذه الإرشادات. بارك الله فيكم ونشكركم على واش راكم ديروا في الميدان، وأنا مسرور جدا بالإذاعة والتلفزة الجزائرية على ما تؤدي من وظائف للتوعية. شكرا جزيلا. شكرا لك بروفيسور. شكرا مشاهدينا الأفاضل، إلى فاصل نتواصل بعده، ابقوا معنا.
اهلا بالجميع. الان الى احوال الطقس المرتقبه لنهار اليوم مع زميله مريم كاسحي التي تلتحق بنا على المباشر. مريم صباح الخير. صباح الانوار زميلتي عفاف، صباح الخير لكل مشاهدينا اللي يشاهدوا فينا في هذا الصبيحه. على ما يبدو اليوم بحول الله سيكون فيه تراجع ملحوظ لدرجات الحراره القصوى على اغلب الولايات الشماليه للوطن، بعدما سجلنا اذا درجات حراره فقط 30 او 35 درجه بالولايات الشماليه وال40 درجه بالجنوب الجزائري، لكن دائما نبقى نسجل درجات حراره قصوى بالنسبه للجنوب الجزائري. حاله السماء لنهار اليوم الاجواء دائما ستبقى مغشاة جزئيا، لكن نشاط رعدي سيميز الولايات اذا الساحليه وحتى المناطق الداخلية. سيكون فيه إذن خلايا رعدية ستنشط خلال الظهيرة على المرتفعات الداخلية بالجنوب الجزائري. استقرار لكل العناصر الجوية عدا بعض السحب العابرة فيما يخص شمال الصحراء، مناطق الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب الجزائري وحتى بالصحراء الوسطى. هنا أيضا ستكون زوابع رملية بكثرة فيما يخص شمال الصحراء وحتى بمنطقة الواحات بالصحراء الوسطى، وعليه نقول الحيطة والحذر وخاصة لأصحاب المركبات. أما عن درجات الحرارة إذن القصوى التي ستسجل خلال هذه الظهيرة ستشهد تراجع مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، 28 درجة بالجزائر العاصمة، 29 درجة بعنابة سكيكدة، 30 بوهران ومستغانم، 38 بالجلفة والبيض، 35 بغريزان شلف معسكر، 33 بتنمسان، 39 ببتنا قسنطينة وسطيف، 46 فيما يخص غردايا، 44 بالواد بسكرة وولاية بشار، 41 بتندوف. ترتفع إذن بالصحراء الوسطى وبالتحديد بأدرار إن صلح برج برجي مختار إنجزام لتقارب 49 درجة، وتحت الظل دائما نقول الحيطة والحذر عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس المباشرة. فيما يخص إذن البحر نهار اليوم سيبقى إذن هذا إلى قليل الاضطراب محليا، سرعته تبقى معتدلة لن تتعدى إذن 30 كيلومتر هذا على السواحل الشرقية، تشتد نوعا ما إذن ومن حين إلى آخر على السواحل الوسطى وحتى الغربية لتصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية، أحيانا ستميل شمالية تماما، ودرجة حرارة مياه البحر تتراوح من 23 إلى 25 درجة مئوية. هذا بالنسبة لنهار اليوم. أحوال الطقس المرتقبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بنهار الغد إذن نهاية الأسبوع، سنشهد إذن أجواء مشمسة تماما بالنسبة للسواحل، ضباب سيميز صبيحة الغد إذن الولايات الساحلية الوسطى والغربية، النشاط رعدي سيتواصل بالمرتفعات الداخلية، النشاط أو أجواء مشمسة تماما بالجنوب الجزائري. عن درجات الحرارة القصوى سترتفع نوعا ما لكن لن تتعدى 32 بالنسبة للسواحل، 36 إلى 42 درجة بالمناطق الداخلية، 38 درجة بشمال الصحراء. دائما ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 42 درجة. يوم السبت بحول الله سيكون فيه دائما نشاط رعدي بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن وخاصة المرتفعات الداخلية وحتى السواحل الوسطى والغربية. ضباب سيميز السواحل الشرقية وعليه نوعا ما الرؤية ستكون نوعا ما رديئة، وعليه دائما الحيطة والحذر. خلايا رعدية ستتشكل بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري، درجات الحرارة القصوى على العموم لن تتعدى 43 درجة بالنسبة للمناطق الشمالية، 38 بشمال الصحراء. ترتفع كلما اتجهنا نحو برج برجي مختار وإنجزاب لتقارب 48 درجة. بداية الأسبوع القادم بحول الله دائما استقرار لكل العناصر الجوية بالشمال وحتى بالجنوب، ولا تغيير في حالة الطقس دائما، حتى درجات الحرارة القصوى ستبقى مستقرة دائما لن تتعدى 38 بالنسبة للمناطق الشمالية، 38 عام أقول بالنسبة للمناطق التي تقع بشمال الصحراء، لكن ترتفع بالنسبة للمناطق الشرقية لتقارب 45 درجة، وأعلى مقياس دائما سيكون بأقصى الجنوب الجزائري 48 درجة تحت الظل. الختام بالمعلومات الفلكية لنهار اليوم. غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها سيكون في حدود الساعة 8 مساء و8 دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى في الخدمة. أشكركم على المتابعة، يوم موفق للجميع. العودة إلى زميلتي عفاف سيكون إذن بعد خليلة. ومريم كيف هي حالة البحر يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ على العموم يعني سيبقى دائما هذا إلى قليل الاضطراب، لكن العنصر أو الشيء المميز خلال نهاية الأسبوع بحول الله هو التراجع الملحوظ لدرجات الحرارة القصوى مقارنة بالأيام القليلة القادمة، لكن نحس نوعا ما بالرطوبة، الرطوبة التي تبقى عالية وخاصة خلال الصبيحة. أشكرك جزيلا. شكرا. مريم على هذه الإطلالة. مشاهدينا الأفاضل إلى فاصل نتواصل.
مشاهدينا الأفاضل في مسافة أمان، سنتحدث اليوم عن مخاطر سياقة الدراجات النارية التي تكثر في موسم الاصطياف وتسبب الكثير من حوادث المرور المميتة. ما هي الأحكام التنظيمية لها وما هي طرق الوقاية منها؟ استفاضة للنقاش، أسعد باستقبال الرائد سمير بوشحيت ممثل قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. سيدي رائد صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير وشكرا لكم على استضافة ممثل قيادة الدرك الوطني في هذه الحصة الكريمة. أهلا بك سيادة الرائد. في الآونة الأخيرة كثرت الدراجات النارية وازداد عددها في الحظيرة الوطنية، كيف يتم تصنيف هذه الدراجات وما هي النصوص التنظيمية التي تثبت ذلك؟ نعم، في الآونة الأخيرة لقد لوحظ ازدياد عدد الدراجات النارية في الحظيرة الوطنية، ولهذا قبل الخوض في هذا الموضوع يعني الشائك والعام يجب التطرق إلى تعريف ما هي هذه الدراجات النارية، ما هي أصنافها، وحتى يعرف المشاهد الكريم مثلا ما هي القواعد التي تحكمها. أولا، الدراجة النارية هي مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري لا تزيد قوته عن 73.6 كيلو واط، يعني 100 حصان، ولا تنطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة. في الأخير نأتي إلى تعريف ما معنى الدراجة المتحركة. أصناف الدراجة النارية 3 أصناف أو 4. الصنف الأول الدراجة النارية من الصنف ألف، وهي الدراجة النارية التي لا تزيد سعة اسطوانتها عن 80 سنتيمتر مكعب، ولا تزيد سرعتها نظرا لصنعها عن 75 كيلومتر في الساعة، وتحتاج بطبيعة الحال إلى رخصة سياقة لسياقتها، من الصنف ألف واحد. أما الدراجة النارية من الصنف ب فهي دراجة نارية كذلك ذات محرك حراري لا تتجاوز قوته، لا تتجاوز سعة اسطوانته 400 سنتيمتر مكعب، وتتجاوز سرعته نظر لصنعه 75 كيلومتر في الساعة، تحتاج لرخصة سياقة من الصنف ألف اثنين لسياقتها. الدراجة النارية من الصنف جيم هي دراجة نارية كذلك مزودة بمحرك حراري تتجاوز سعة اسطوانته 400 سنتيمتر مكعب، وتحتاج إلى رخصة سياقة من الصنف ألف اثنين دائما لسياقتها. عندنا كذلك الدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات، وهي دراجات نارية ذات 3 أو 4 عجلات لا يتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كيلوغرام، كذلك عندها محرك حراري لا يتجاوز سعة اسطوانته 125 سنتيمتر مكعب، ولا تنطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة. في الأخير الدراجة المتحركة هي الدراجة الصغيرة اللي تكون عندها محرك حراري إضافي، سعة الأسطوانة نتاعو ما تجاوزش 50 سنتيمتر مكعب، كذلك السرعة ما تجاوزش 45 كيلومتر في الساعة، ولها نفس الخصائص تاع الدراجة النارية حسب إمكانية استخدامها العادية، ولكن لا تحتاج إلى رخصة سياقة لسياقتها، بل تحتاج إلى شهادة كفاءة يمكن إلى الوالي المنتدم أو الوالي أو أي دور بالبلدية أن يسلم إلى أي شخص أو سائق هذه الدراجة هذه شهادة الكفاءة. وبالنسبة للأحكام التنظيمية؟ الأحكام التنظيمية نعم، لدينا المرسوم التنفيذي 381/04 في مادته 180 الذي يعني يلم بجميع القوانين يعني الخاصة بالدراجات النارية. لدينا القرار الوزاري المؤرخ في 10 يونيو 1988، كذلك لدينا القانون 1401 المعدل والمتمم بالأمر 903 في المادة في مادته 66 الفقرة ألف واحد. هذه مجمل القوانين يعني، وكاين قوانين كبيرة نذكر يعني أهم القوانين التي تنظم سير هذه الدراجات النارية. سيدي الرائد، يعني بتكثر حوادث المرور، يعني هناك حديث عن نسبة 20% تسببها هذه الدراجات النارية، برأيك ما هي الأسباب وراء ذلك؟ لدينا نذكر مثلا خلال سنة 2020 لدينا نسبة 10.38% من حوادث المرور كان سببها الدراجات النارية، هذه في سنة 2020، لكن سنة 2021 النسبة ارتفعت قليلا. نعم. لماذا؟ لأنها سنة 2020 كانت سنة استثنائية بسبب مرض كوفيد-19. هذه النسبة 66% من حوادث المرور تم ارتكابها من طرف السواق،
كان السائق هو السبب الوحيد في ارتكابها. نعم. لماذا؟ بسبب السرعة المفرطة واستهلاك الكحول والمخدرات، هذه حسب الإحصائيات المتوفرة لدى قيادة الدرك الوطني. أما السيارات الواقعة في مدار الدراج فكانت لها نسبة 20%. نعم. السيارات الواقعة بمدار الدراج نسبة 20% اللي تثبت فيها. والنسبة الأخيرة وهي أسباب مختلفة كوجود حصى، وجود مثلا زيت في الطريق أو رمل أو حفر، أو بسبب الشتاء أو حفر بالشارع. هذه النسبة يعني نسبة ملفتة للانتباه، يعني يجب الوقوف عندها. لماذا؟ بسبب ازدياد عدد الدراجات النارية في الجزائر، بلغ عددها سنة 2020 في السنة الأخيرة هذه 171,968 دراجة نارية. عندنا الدراجات النارية اللي أقل من 5 سنوات، يعني دراجات جديدة من 2015 حتى 2020، عندنا 130,603 دراجة نارية. ازدياد هذا العدد للدراجات النارية أدى إلى ازدياد حوادث المرور وبالتالي ازدياد الضحايا. كذلك ازدياد الطالب عليها، كذلك ازدياد الطالب عليها في الآونة الأخيرة نظرا لسهولة التنقل بها في المدن الكبرى أدى إلى ازدياد حوادث المرور. لدينا كذلك عدم التمرن على القيادة قبل قيادة الدراجة النارية من طرف الشباب المراهقين أدى كذلك إلى ازدياد حوادث المرور. عند المحترفين الثقة الزائدة بالإمكانيات وخاصة لدى المحترفين. عندنا سبب واحد آخر لا يقل خطورة وهو عدم صيانة ومتابعة الدراجة النارية باستمرار، الصيانة اليومية أو الصيانة الأسبوعية وحتى الصيانة الشهرية. كذلك نلاحظ استعمال الهاتف النقال عند بعض سواق هذه الدراجات النارية. كذلك لدينا عدم التقيد بتعليمات وتنظيمات المرور. ورأينا كذلك بالنسبة للدراج، الدراج يعني لما يسير بجانب السيارات راه يعني بنسبة كبيرة راه في خطر. لماذا؟ لأنه يعني معظم الدراجين ما يقومش بإشعال الضوء الأمامي للدراجة النارية تاعو، يعتبر من أهم عناصر السلامة في الدراجة النارية. كذلك عينا نتطرق إلى يعني حسب المعاينات اللي قامت بها الوحدات العملياتية نتاعنا في الميدان، أهم الحوادث اللي صارت يعني أسبابها وش هي مثلا وجود حصى بالطريق. نعم. وجود الحصارة يعني سبب كبير هذا وخطير جدا. كذلك انعطاف سيارة أمام الدراجة النارية فجأة يؤدي إلى حدوث حوادث مميتة. كذلك الدخول إلى منعطف بسرعة عالية من طرف الدراج. كذلك رأينا فتح باب السيارة فجأة، كذلك هذا خطر على الدراج. كذلك عدم احترام إشارات المرور من طرف يعني أغلب الدراجين ما يحترموش إشارات المرور. عندنا كذلك عدم احترام المسافة الفاصلة بين المركبات أو مسافة الأمان اللي راهي موجودة بين المركبات. ورأينا كذلك من بين الأسباب اصطدام السيارة بالدراجة من الخلف. طيب هل هناك أخطاء أخرى تمت معاينتها من طرفكم خلال المراقبة؟ نعم بالطبع هناك أخطاء كثيرة. لماذا؟ لأن كما ذكرنا سالفا معظم حوادث المرور التي تقع للدراج هي حوادث خطيرة سواء كانت جسمانية أو مميتة. لماذا؟ نظر للتصرفات السلبية والخاطئة لبعض مستعملي الطريق. نعم. والتي نذكر منها مثلا من بين هذه الأخطاء كذلك عدم حيازة الوثائق اللازمة لقيادة الدراجة النارية، تجاوز السرعات المسموح بها، نقل عدد زائد من الركاب على متن الدراجة النارية. لماذا؟ لأن الدراجة النارية تنقل ما عدا شخص واحد إلا في بعض الظروف الاستثنائية. نعم. لتكون ضمن القوانين السابقة اللي ذكرناها يستطيع يعني نقل في الدراجة النارية شخصين، ولكن لما تكون هذه الدراجة تتوفر على الشروط القانونية. كذلك إجراء سباقات غير مرخصة بالطرق العمومية. هناك بعض السواق وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع نشوفهم يقوموا بسباقات غير مرخصة على الطرق العمومية، مثلا الطريق السريع الرابط بين الشراقة وتيبازا كل عطلة نهاية الأسبوع، وهذا خطر كبير جدا. نعم. لأن لماذا؟ لأنه شروط السلامة ما كانش، ما توفرش الإسعاف ما كانش، وهذه الرخصة يقدمها الوالي. الوالي هو الوحيد المخول له قانون تقديم هذه الرخصة لإجراء سباقات مرخصة. كذلك عدم احترام الاتجاه المعاكس للسير
بعض الدراجين الناريين ما يحترموش نظرا لصغر المركبة، يقوم بالقيادة في اتجاه معاكس للسير، وهذا خطر كبير جدا. عدم ارتداء الخودة كذلك، والمرور العشوائي بين المركبات، هذه من بين الأخطاء المعاينة من طرف وحداتنا في الميدان. سيدي الرائد، ما هي المخالفات المسجلة لسواق الدراجات النارية؟ المخالفات المسجلة لسواق الدراجات النارية هي كثيرة ومتعددة. نذكر أهمها، يعني أهم المخالفات اللي راهي تشكل أكبر خطر سواء على هذا السائق أو على السواق الآخرين، سواق المركبات من مستعملي الطريق. مثلا المخالفة الأولى هي المخالفة المتعلقة بنظام الكبح. الدراجة لازم توفر فيها نظام كبح أمامي وخلفي، ولازم تكون عندهم فعالية كبيرة جدا. عدم توفر هذا النظام مخالفة يعني منصوص عليها في المادة 250 الفقرة 1 من المرسوم التنفيذي 381/04. كذلك لدينا عدم حيازة شهادة التأمين، راهي تعتبر جنحة منصوص عليها في نفس المرسوم التنفيذي. كذلك عدم حيازة شهادة الكفاءة، هذا من بين المخالفات. وعدم أو انعدام لوحة ترقيم المركبة كذلك من بين المخالفات. نذكر كذلك عدم ارتداء الخوذة. نعم. لماذا؟ لأن المادة الأولى من القرار الوزاري المؤرخ في 10 يوليو 1988 يقول باللي جميع سواق الدراجات النارية سواء السائق أو الركاب يجب أن يرتدي الخودة، سواء كانت هذه الدراجة النارية تسير داخل المحيط العمراني أو خارجه. لازم جميع الناس سواء السائق أو الركاب لازم يرتدي الخودة. عندنا كذلك الدراجة النارية يجب أن توفر فيها ضوء أمامي غير أبيض غير باهر أثناء الظلام أو عندما تتطلب الظروف ذلك، ويكون في أقل المسافة له هو 25 متر يجب أن توفر فيها ضوء. هذه منصوص عليها في المادة 251 الفقرة 1 من نفس المرسوم التنفيذي. كذلك الدراجة النارية لازم يتوفر فيها أضواء خلفية. نعم. ولازم تتوفر فيها التجهيزات العاكسة للضوء، وتكون بلون شرط شريطة أن تكون بلون برتقالي أو لون أصفر. هل هناك سبل للوقاية من هذه الحوادث؟ نعم، هناك سبل للوقاية من هذه الحوادث مؤخرا. نعم، سواء مصالح الدرك الوطني أو الجهات الوصية تم يعني إعطاء تعليمات صارمة لمواجهة حوادث الدراجات النارية. طرق الوقاية، يجب التزام السرعة المنصوص عليها، السرعة المنصوص عليها المحددة قانونا، لا يجب تجاوز السرعة المسموح بها قانونا. كذلك قيادة الدراجة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خطر كبير جدا، لا يجب قيادة الدراجة النارية أثناء تأثير الكحول أو المخدرات. كذلك ارتداء الخوذة، ولا يجب ارتداء أي خوذة، ولكن ارتداء الخوذة يكون وفق المواصفات المنصوص عليها من طرف وزارة النقل. كاين خودة معينة منصوص عليها من طرف وزارة النقل، عندنا معايير محددة توفر فيها شروط السلامة يجب ارتداؤها من طرف هذا الدراج. كذلك لدينا نستطيع أن نقول ارتداء الملابس الواقية من أو ملابس عاكسة، يسمح للدراج بارتداء أي ملابس عاكسة للضوء أو ملابس فاتحة. مثلا نلاحظ أن اللون الأسود في الليل لا أستطيع رؤيته، أما اللون الأزرق فيتم رؤيته على مسافة 17 متر. اللون الأحمر يتم رؤيته على مسافة 24 متر، خصوصا في الليل. يعني خصوصا في الليل. اللون الأصفر يتم رؤيته على مسافة 129 متر. يجب على الدراج ارتداء الملابس المناسبة لقيادة الدراجة النارية خصوصا في الليل، خصوصا في الليل. هذه من بين يعني طرق الوقاية. كذلك يستطيع هذا الدراج أن يتمرن على قيادة الدراجة النارية قبل قيادة هذه الدراجة، وعدم استعمال الهاتف النقال أو استعمال سماعة الرأس عند قيادة الدراجة النارية. هذه طرق الوقاية اللي يستطيع الدراج يعني بواسطتها تفادي حدوث حوادث خطيرة أو مميتة. هل هناك إحصائيات لحوادث المرور خلال الآونة الأخيرة، وماذا إذا قارناها بالسنوات الفارطة؟
لدينا إحصائيات للسداسي الأول من سنة 2021 لحوادث المرور، سواء حوادث المرور للدراجات النارية المتورطة في حوادث المرور أو للدراجات النارية المتسببة في حوادث المرور. الدراجات النارية المتورطة في حوادث المرور كان عددها 608 دراجة نارية، نتج عنها مقتل 195 شخص خلال السداسي الأول من سنة 2021، وإصابة 576 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. أما الدراجات المتسببة اللي كانت متسببة في الحادث فعددها 342 دراجة نارية، أدت إلى مقتل 117 شخص في سداسي في نفس المدة، و325 شخص مصاب اللي راهم في المستشفيات أو راهم يراه في المستشفيات، كاين اللي مازال يعالجوا داخل المستشفيات. هنا نلاحظ باللي الدراجة النارية هذه تحتل المرتبة الثالثة بعد السيارات السياحية ومركبات النقل العمومي للبضائع. من خلال الدراسة اللي قمنا بها على مستوى قيادة الدرك الوطني بقسم أمن الطرقات، خلصنا إلى نتيجة هو أنه فئة الشباب هي الفئة الأكثر عرضة لحوادث المرور بالدراجات النارية. هذه الفئة اللي تراوح السن نتاعها من 19 إلى 29 سنة، يعني خلال السداسي هناك إحصائيات يعني معتبرة. أستسمحك سيادة الرائد سمير بوشحيط موصل قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني لنأخذ اتصال مع المقدم عبد المالك بوبرتاخ مدير الحماية المدنية بخنشلة في عقاب الترياح التي فاقمت الوضع هناك بعد الحرائق التي مست المنطقة. سيادة المقدم صباح الخير. صباح النور. شكرا لك على قبول الدعوة، دعوة المشاركة معنا. سيادة المقدم ضعنا في صورة ما حدث مؤخرا. بعد نشوب هذا الحريق بغابات عين ميمون، تدخلت وحدات السنة المدنية بكل العتاد والأفراد لمجابهة الحريق. ونحن اليوم في اليوم الخامس على التوالي، والمجابهة متواصلة من طرف الحماية المدنية وكل الهيئات المتدخلة. ما هو تأثير الرياح يعني التي كانت البارحة؟ هل عاد، هل فاقمت من الوضع؟ هي كانت فيها رياح قوية البارحة، حيث شهدنا انتشار للنيران لغابات أخرى. كانت هي الوقود للنيران. سيادة الرائد، ما هي نسبة السيطرة على الحرائق بشكل عام لحد الساعة؟ لحد الساعة ما زالت المجابهة متواصلة، وإن شاء الله بتضافر الجهود سوف يتم القضاء على هذه الحالات إن شاء الله. هل تم إجلاء المواطنين من المناطق المجاورة؟ نحن ندعو المواطن دائما بعدم إشعال النيران، خاصة نحن في فصل الصيف، حرارة مرتفعة، رياح قوية، وهذا يقضي على الغابة والأخضر واليابس. نتمنى السلامة للجميع وموفقون في هذه الجهود. سيادة المقدم عبد المالك بوبرتاخ مدير الحماية المدنية على مستوى ولاية خنشلة، أشكرك جزيلا. مشاهدينا الأفاضل، نستكمل النقاش مع ضيفنا في الاستوديو الرائد سمير بوشحيط ممثل قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، وحديث عن المشاكل والمخاطر التي تسببها سياقة الدراجات النارية على المواطنين، خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف إقبالا من المواطنين على تنقلات وعلى استخدام هذه الدراجات بحد ذاتها. سيادة الرائد، كنا توقفنا عند الإحصائيات المسجلة من قبلكم في هذه لهذه الفئة من السواق في الآونة الأخيرة، ماذا عن التدابير المقترحة من قبل الدرك الوطني لمحاربة حوادث المرور بالدراجات النارية؟
التدابير المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني أو من طرف مصالح الدرك الوطني لمواجهة حوادث المرور لهذه الفئات من السواق، عندنا يعني طابعين، طابع ردعي وطابع وقائي. الطابع الردعي يعني تم تحرير عدة مخالفات في هذا الشأن في سنة 2020، كانت عدد المخالفات 216763 مخالفة، من بينها 19603 مخالفة عدم ارتداء الخودة، أي بنسبة 6.04% من إجمالي المخالفات. لدينا يعني ضرورة تكثيف المراقبة، تم تكثيف المراقبة على هذه الدراجات النارية، والإجراءات القانونية يعني المنصوص عليها لردع المخالفين منهم. قمنا بعدة حملات تحسيسية وطنية للوقاية بإشراك جميع الشركاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية وكل من يدعم هذه المبادرات من أجل يعني تحسيسهم بضرورة ارتداء الخودة، تحسيس السواق بضرورة ارتداء الخودة. وتم مؤخرا يعني تنظيم حملة تحسيسية وطنية عبر 150 ولاية، تم تركيز الجهود على قيادة الدراجة النارية بحيازة الوثائق قبل قيادة الدراجة النارية، كذلك ارتداء الخودة. أعطينا نصائح لمستعملي الطريق للسواق حول ارتداء الخودة وفق يعني نصوص القانونية المنصوص عليها كذلك كما ذكرت آنفا، كذلك خطورة التجاوز على اليمين والسير على الشريط الاستعجالي طرقنا إليه، كذلك عدم إزعاج مستعملي الطريق بالسير بدون الأنبوب العادم للضجيج. هذه نقطة مهمة، رأينا مؤخرا باللي عدة سواق يقوموا بإزعاج سواء مستعملي الطريق أو المواطنين في منازلهم بالسير بدون أنبوب العادم للضجيج، كذلك المخاطر المرتبطة بنقل كما ذكرت بنقل عدد زائد من الركاب في بعض الولايات، نشوفوا بلي الدراجة النارية سائق الدراجة النارية ينقل فوقها شخصين ثلاث أشخاص، وهذا ممنوع وخطر عليه وعلى يعني اللي معاه الركاب اللي معاه، خطر كبير جدا. تطرقنا كذلك بعواقب القيام بالمناورات الخطيرة، عواقب القيام بحركات خطيرة في الطريق بهلوانية نعم في الطريق، كذلك تطرقنا إلى المرور العشوائي بين المركبات، مرور العشوائي بين المركبات يمينا ويسارا، الدراج غير مرئي بالنسبة للسيارة وخصوصا إذا مر الدراج في الزاوية العمياء للسيارة أو للشاحنة، فهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى حادث مميت. لماذا؟ لأن أغلب الحوادث التي سجلت للدراجات النارية كانت حوادث مميتة وليس حوادث مادية، وإنما حوادث مميتة للأسف الشديد. بالنسبة للسائقي الدراجات النارية سيادة الرائد، يعني كما تفضلت قلت أنه ممنوع أنه يركب شخصين أو ثلاثة وراء السائق، يعني حتى إذا ركب واحد يعني شخص واحد وراء السائق، هل ضروري من الضروري أن يضع الخوذة على رأسه؟ نعم كما وهل يحاسبه القانون يعني في هذا؟ نعم كما قلنا سابقا الدراجة النارية هناك عدة أصناف من الدراجات النارية التي تعرضت لها سابقا، هناك دراجات نارية لتقل شخص واحد وهو السائق، وهناك في التنظيم أو في النصوص التنظيمية السابقة دراجات نارية تقل شخصين أو كاين دراجات نارية تقل شخصين أو ثلاثة اللي تكون جر مقطورة. نعم. دراجة نارية تكون جر مقطورة، هذه الدراجات النارية يستطيع سائق الدراجة النارية أن يقل شخصين أو شخص يعني بدون ما يحسب القانون، ولكن لما يقود الدراجة النارية وما تكونش تتوفر فيها الشروط ويقل شخص آخر معاه، يجب ارتداء الخودة إجباري على جميع الركاب. المادة الأولى من القرار الوزاري المؤرخ في 10 يونيو 1988 تقول لك على جميع على سائق الدراجة أو جميع سائقي الدراجات النارية بدون استثناء، يعني بجميع أصنافها سواء كانت دراجة نارية ذات عجلتين أو ثلاث عجلات أو حتى أربع عجلات يعني أو حتى على ركابها، وجب عليهم ارتداء الخودة يعني بدون استثناء، سواء كانت هذه الدراجة النارية تسير داخل المحيط العمراني أو حتى في الأرياف خارج المحيط العمراني يجب ارتداء الخودة، وبطبيعة الحال كي ما يرتديش الخودة يعاقب عليه القانون بالمادة 66 الفقرة ألف واحد، العقوبة نتاعها واش هي؟ السحب الفوري لرخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على
السياقة بعد أجل مدته 48 ساعة، والغرامة المالية اللي راهي 2000 دينار جزائري في حدها الأدنى. قلنا السحب الفوري لرخصة السياقة يعني عنده 10 أيام كافية لتسديد الغرامة الجزافية، ومن بعد يسترجع رخصة السياقة نتاعه ويسوق عادي نورمال. سيتردد أن نذكر فقط بكيفية المراقبة من قبل المصالح الأمنية يعني لسائق الدراجة النارية، ويعني ما هي حتى عناصر السلامة الواجب توفرها في الدراجة؟ المراقبة من طرف مصالحنا أو من طرف أعوان الدرك الوطني في الطريق يعني تتم بشكل فجائي أو بشكل منظم عن طريق وضع مخططات، كل مثلا مخططات أسبوعية أو مخططات شهرية من طرف سواء من طرف قيادة الدرك الوطني أو من طرف المجموعات الإقليمية للدرك الوطني. تتم المراقبة عبر السدود الثابتة أو عبر نقاط المراقبة، وخاصة في مع دخول الموسم الاصطياف تكثر المراقبة على هذه الدراجات النارية، دراجات الموت هذه تكثر المراقبة عليها سواء حتى في المساء من الساعة الثالثة حتى الليل تكثر المراقبة على هذه الدراجات النارية. لماذا؟ لأن معظم الدراجات النارية ما توفرش فيها شروط السلامة، وهي يعني تمشي وتسير في الطريق بشكل عشوائي بدون ضوابط، بدون ما هذا سائق المركبة ما يتحمل يعني مسؤوليته في وقوع الحادث. شروط السلامة اللي تكون في الدراجة النارية يجب لازم تكون توفر على كما قلنا آنفا على أضواء أمامية، أضواء تكون بيضاء ما تكونش بلون آخر، ما تكونش بألوان كما رانا نشوفوا ألوان عديدة رام يحطوها أصحاب الدراجات النارية، تكون بضوء أبيض غير باهر، غير باهر يعني غير مزعج يعني للطرف الآخر من مستعملي الطريق من سواق المركبات الأخرى، ويكون يضيء على مسافة أدناها 25 متر. أدنى المسافة 25 متر يعني يتجاوز 25 متر، بينما الأضواء الخلفية هذه لا شك لازم يكون تتوفر في الدراجة النارية الأضواء الخلفية حتى يمكن لمستعمل الطريق كذلك من سواق المركبات ملاحظتها. كذلك لازم تتوفر على تجهيزات عاكسة، هذه من بين نظام السلامة التجهيزات العاكسة للضوء، وتكون شريطة أن تكون بلون برتقالي أو لون أصفر حتى يتم رؤيتها ليلا. هذه من بين شروط السلامة لتتوفر في المركبة أو في الدراجة النارية. طيب ما هي النصائح التي يمكن أن نسديها لتقويم التصرفات السلبية لبعض سواق الدراجات النارية؟ نصائح عديدة ومتعددة. أود أن أركز نصائح اليوم على نظام السلامة في الدراجة أو كيفية صيانة الدراجة النارية قبل قيادتها. يجب صيانة هذه الدراجة، عندها صيانة يومية، صيانة أسبوعية وصيانة شهرية، مش مباشرة هذا السائق يروح يركب الدراجة النارية نتاعه ويقود الدراجة نتاعه بدون ما يتفقد مثلا الإطارات. يجب تفقد الضغط على مستوى الإطارات، هل هناك ضغط كافي؟ كذلك مراقبة الفرامل، نظام الفرامل في هذه المركبة أو في هذه الوسيلة قبل قيادتها، تفقد المرايا كذلك لازم تكون واضحة وتكون في حالة جيدة، دواسة الوقود لازم تفقد دواسة الوقود اللي راهي أساسية في هذه الدراجة النارية، لازم ترجع إلى وضعها الطبيعي عند تسريحها، لازم ترجع إلى الوضع الطبيعي نتاعها. كذلك يجب الحفاظ على مسافة أمان كافية بين الدراج والمركبات الأخرى، الدراج راهي استثنائي ما يقدرش يقود يعني بمسافة قليلة بينه وبين المركبة اللي راهي قبله، وفي هناك حالتين، يا إما يكون قبل السيارة أو المركبة، نقول المركبة يعني بشكل عام، الدراج يجب أن يكون قبل المركبة أو خلفها، ما يقدرش يقول كما ذكرت آنفا في المرور العشوائي أو بجنب المركبة. لماذا؟ لأنه غير مرئي بالنسبة للمركبة، في معظم الأحيان غير مرئي بالنسبة للمركبة. كذلك نقول ارتداء الملابس خاصة، سواء كانت خودة الأمان أو قفازات، كذلك ارتداء ملابس واقية
خصيصا واقية مصممة خصيصا لقيادة الدراجة النارية. هناك ملابس هي تباع في على يعني في الأسواق, في الأسواق يعني مفيدة للدراج الناري عند السقوط, مفيدة عند تطاير الشظايا من مركبات أخرى, تحميه من تطاير الشظايا. كذلك نقول عدم المرور في الطرق الخطرة أو المبللة أو الخطر, الطرق التي توفر على حفر بها أو حتى خطوط السكك الحديدية. الدراج قبل ما يمر في خطوط السكك الحديدية لازم يدير حذر ويتوخى الحذر. كذلك عدم التجاوز على اليمين والسير على الشريط الاستعجالي. لماذا؟ لأنه خطر عليه وعلى مستعملي الطريق الآخرين. أشكرك جزيلا سيادة الرائد سمير بوشحيط موثل أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني على كرم الحضور وعلى كل هذه الإرشادات القيمة. شكرا لكم. أهلا بك. مشاهدينا الأفاضل إلى غرفة الأخبار وموجز بأهم الأنباء من هناك. موجز 9 صباحا بتوقيت الجزائر على الإخبارية الجزائرية, أهلا بكم. المستهل بالنشاط البرلماني حيث يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم جلسته العلنية الأولى من الفترة التشريعية 9 وذلك برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر 2 منهم. في شأن آخر وتبعا لنتائج التحقيقات البيولوجية التي تمت مباشرتها على إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية تنس التابعة إقليميا لولاية شلف, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الرأي العام في بيان لها أن التحاليل التي تم إجراؤها على عينات من مياه الشاطئ المعني بالحادث أثبتت تركيزها بمادة الكلور المطهرة بسبب الاستعمال المكثف لها من قبل مصالح البلدية في إطار عملية معالجة مياه وادي بوفسوسا الذي يصب في البحر, وذلك ضمن مخطط نظافة المحيط والوقاية من الأمراض المتنقلة عبر البلاد. وإذ تجدد وزارة الداخلية التذكير بسلامة جميع المصابين وتماثلهم للشفاء, تؤكد سهر السلطات المحلية على اتخاذ جميع الأجراءات الاحترازية للتحقق من صلاحية المياه ضمانا لسلامة المصطفين وذلك قبل الفتح الوشيك للشاطئ. تواصل طيلة نهار أمس جهود لإخماد النيران والحد من انتشارها بغابات بلدية طمزة بمنطقة عين أرديب وجبل قرن الكبش بخنشلة للحفاظ على الثروة الغابية الوطنية ومستثمرات المواطنين ومنازلهم بعد أن شب حريقان جديدان بغابات المنطقة. كما تم التحكم في الحرائق التي شهدتها أمس ولايتي قسنطينة وتيبازا في أماكن متفرقة, هذا بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات, حيث لا تزال التدخلات متواصلة للحيلولة دون انتشار ألسنة اللهب إلى مناطق أخرى. وكانت عناصر الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية بخنشلة قد أوقفت 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون ببلدية طمزة حسب بيان للمجموعة الإقليمية الذي أوضح أن المتورطين تم توقيفهم بالقرب من غابة بئر وصفان وعين ميمون بطمزة, مضيفا بأن التحقيق جار معهم حاليا من قبل عناصر الضبطية القضائية ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم. في الشأن الصحي وفي لقاء جمعه مع مديري المؤسسات الاستشفائية لولايات الوسط, دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد إلى ضرورة تسريع عمليات التلقيح خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة ووصول 4 ملايين جرعة نهاية هذا الشهر. دلنا حوصلة شفنا الوضع, كلنا نعرف الوضع ونعرف الخطر, تكلمنا مع بعض وانطلقنا في هالأسبوع, قلنا لازم نديروا جهد أكثر لأن الخطر موجود
خطر زايد يكثر. وكنا سبق لنا في الماضي عرفنا مرحلة صعيبة جدا، وحنا رانا عارفين مش كيما في الماضي تفاجأنا بالوباء، لكن هنا عندنا الوقت باش ناخذ الاحتياطات اللازمة. وفي الانشغال الصحي دائما سجلت 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تمثل 409 مرضى للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا وفي تطور الأوضاع في الأراضي الصحراوية، نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال اليومين الأخيرين هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملية، وهذا حسب البيان العسكري رقم 238 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. وعلى صعيد آخر، تلقت شركة سيامينز جوميس للطاقة المتجددة طلبا مؤكدا من إحدى الشركات التابعة لها، وهو الثاني في غضون أسبوع، لتزويد إحدى المزارع في مدينة بوجدور في الصحراء الغربية المحتلة بطاقة الرياح تعود ملكيتها لعائلة العاهل المغربي حسب المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وقد نددت جبهة البوليزاريو بتورط الشركة مع قوة الاحتلال المغربي في بناء حقل للطاقة الريحية بطريقة غير شرعية، والذي اعتبرته دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية. أكثر من 4 ملايين وفاة عبر العالم جراء جائحة كورونا حسب منظمة الصحة العالمية، والرقم أكبر من هذا في الحقيقة تضيف المنظمة التي حذرت من العواقب الوخيمة لرفع القيود الوقائية الصحية والاجتماعية في الظرف الراهن، ما من شأنه أن يخلط الأوراق بشأن مجابهة الجائحة رغم عملية التلقيح التي تجري في كل أنحاء المعمورة. هذا فيما لا تستبعد بريطانيا تزايد حالات الإصابة بكورونا المستجد بسبب بطولة الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم يورو 2020. رياضة، تلعب اليوم الجولة 30 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبرنامج مباريات الجولة يكون على النحو التالي: نجم مقرى، شباب قسنطينة، شبيبة الصورة، مولودية وهران، نصر حسين داي، أهلي برج بوعراريج، جمعية شلف، أولمبي نمدية، وداد تلمسان، سرع غليزان، اتحاد بسكرة، مولودية الجزائر، جمعية عين مليلة، نادي بارادو، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، وأخيرا اتحاد الجزائر يقابل اتحاد بلعباس. رياضة دائما، حيث تنقل أمس وفد شبيبة القبائل إلى دولة البنين في رحلة خاصة للعب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي يجري في 10 من الشهر الجاري أمام الرجاء البيضاوي المغربي بملعب الصداقة. الشبيبة كانت قد أجرت أول أمس آخر حصة تدريبية، حيث عمل من خلالها المدرب دونيس لافان على الجانب الفني والمعنوي من أجل تحفيز اللاعبين على ضرورة العودة بالتاج الإفريقي من البنين. بالتوفيق لممثل الجزائر. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله.
جديد الترحاب بكم مشاهدينا الافاضل في الساعه الثانيه من برنامج هذا الصباح، ونستهلها بالملف الصحراوي وحديث عن دور الاعلام الصحراوي في مواجهه الدعايه المغربيه المغرضه رغم الامكانيات المحدوده والظروف المحفوفه بالمخاطر التي تواجه الاعلاميين الصحراويين من اجل ايصال صوت عداله قضيتهم الى العالم. للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشره هاتفيا مع السيد حما المهدي مسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية. سيد حما المهدي صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة. صباح النور وأهلا وسهلا. أهلا بك سيد المهدي، نبدأ معك حول أهمية دور الإعلام الصحراوي وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي في التعريف بالقضية الصحراوية وكسر الحصار المفروض عليها من قبل المحتل المغربي. صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدين الكرام. في البداية نهنيك وأهني الشعب الجزائري الشقيق بمناسبة ذكرى الاستغلال والشباب. بخصوص الإعلام الصحراوي ودوره في معركة التحرير التي يخوضها الشعب الصحراوي منذ العام 1975، يعني منذ الغزو المغربي العسكري للصحراء الغربية وتشريد شعبها و قتل وارتكاب مجازر بشعة في حق المدنيين العزل الصحراويين الذين كانوا يستعدون لبناء دولتهم بعد جلال الاستعمار الإسباني. فإذا بقوات الاحتلال المغربي وقوات البطش تجتاح أرضهم وتشردهم وتحتلها، وبالتالي الإعلام الصحراوي انطلق من إمكانيات ذاتية محدودة فرضتها حرب التحرير، واستطاع خلال هذه المراحل مراحل المقاومة أن يطور نفسه وأن يجد مساحته في الساحة الدولية. اليوم ومع تطور الهائل في الإعلام والاتصال استطاع الإعلام الصحراوي أن يرافق القضية الصحراوية وأن ينقل رسالتها إلى العالم بكل احترافية ويفند ويواجه حرب الدعاية المغربية. يعني الإعلام الصحراوي اليوم هو لا يواجه إعلام عادي، هو يواجه حرب دعائية، يعني المجرم الذي يقتل الضحية ويمشي في جنازتها، وبالتالي هو يواجه هذه الحرب التي يخوضها الاحتلال المغربي لتشويه والإساءة إلى عدالة القضية وتحريف جوهر القضية الصحراوية وسيل المغالطات وحرب التضليل التي ينتهجها بترسانة إعلامية ثقيلة ويستغل من خلالها كل الإمكانيات والموارد التي يمتلكها الاحتلال المغربي. الشعب الصحراوي أو الإعلام الصحراوي هو يواجه هذه الحرب بعدالة القضية الصحراوية، يواجهها بعدالة بحق القوة التي يمتلكه الشعب الصحراوي بوسائل متواضعة ولكن ذات مصداقية وذات تأثير. وبالتالي اليوم الوعي الوطني ووعي الإعلام الصحراوي وتبوء مكانة في الساحة الإعلامية واستغلال كل ما تتيحه هذه التكنولوجيا الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي وهذه الفضاءات المفتوحة، استطاع الإعلاميون الصحراويون أن يكسروا الحصار الإعلامي وأن يبرزوا مقاومة الصحراوي على أكثر من واجهة وأكثر من صعيد. نعم سيد المهدي، يعني ما هي التحديات وحجم المتاعب التي يواجهها المراسلون والصحفيون الصحراويون في الميدان للحصول على المعلومة من مصدرها ومن موقع حدوثها، خصوصا بشأن ما يتعلق بنقل معاناة الأسرى والمعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال، دون أيضا الوقوع في فخ الدعاية الإعلامية المغرضة التي تمارسها السلطات المغربية من أجل ضرب الإعلام الصحراوي؟ الإعلاميون يعني يواجهون كثير من التحديات. اليوم أصبح مجرد حمل كاميرا يعتبر جريمة، وتوثيق انتهاك للاحتلال المغربي أو مرافقة وقفة سلمية أو اعتصام أو تظاهرة يعتبر بمثابة جريمة يتعرض صاحبها للسجن والاعتقال والتنكيل والتهديد بالقتل وتهديد العائلة وحصارها. وزج الاحتلال المغربي
بالكثير من الإعلاميين الصحراويين في السجون، كان آخرهم للطيلة الذي تم إطلاق سراحه قبل أيام. وبالتالي الاحتلال المغربي لا يتوانى في مهاجمة الإعلاميين وفي رفضهم ومتابعتهم وإلحاق تلفيق التهم المفبركة لهم لتجبيهم في السجون، وبالتالي هو يحكم قبض أبنية وحصار مطلق على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لمنع تسرب أي صورة أو خبر عن ما يقع داخل هذه المناطق التي أصبحت مفتوح لكل الانتهاكات المغربية. ولكن الإعلاميين الصحراويين استفادوا من هذه التجربة واستطاعوا أن يطوروا أساليبهم وأن يضعوا كاميرات تفتح المنازل وأن يستعملوا الهواتف النقالة لتوثيق بعض الأحداث وتسريبها بطرق يعني صعبة ولكنها في النهاية تصل إلى العالم. وبالتالي هذه المشاهد التي تصلنا من الأراضي المحتلة، صور الغمع، صور الانتهاك، هذا الحصار الذي تتعرض له المناضلة سلطانة خية من يوم 17 نوفمبر 2020، هذا استطاع الإعلاميين الصحراويين باحترافيتهم وبصمودهم وبتحديهم للاحتلال المغربي يعني جعل أرواحهم فداء لنقل الصورة وللحقيقة، استطاعوا أن يوثقوا هذه الأحداث وأن نراها بعيوننا ويراها العالم في المواقع الإلكترونية وفي شاشات التلفزيون وفي اليوتيوب. وبالتالي يعني رغم التحديات ورغم الإكراهات ورغم العراقيل والضغوطات والانتهاكات الممارسة في حقهم، وإلا أنهم تمسكوا برسالة الإعلام وبرسالة الإعلام المقاوم الذي يجب أن يكثر، وأن التقسيم الإعلامي والذي يعد أصحابه مناضلون ويعني يرافعون عن غربية عادلة وعن شعبهم وإن كانت فاتورة حياتهم. سيد حمّى المهدي، على من تراهنون كإعلام صحراوي يواجه احتلالا مغربيا يروج لانتصارات وهمية عليكم، ينهب خيراتكم وينتهك حقوق الإنسان الصحراوي، وبالتالي ما هي رسالتك للداخل الصحراوي وأيضا للخارج؟ نحن نراهن على عدالة القضية الصحراوية. الرهان ورأس المال الذي يمتلكه الشعب الصحراوي اليوم هو عدالة القضية الصحراوية وثبات هذا الحق، رغم يعني المتغيرات الدولية ورغم الصفقات العارة التي يبرمها الاحتلال المغربي مع الصهيوني ومع الدوائر الاستعمارية، ورغم كل محاولات الانحراف بمسار القضية عن العدالة وعن الشرعية الدولية. هذا الرهان على عدالة القضية الصحراوية هو رهان الشعب الصحراوي الذي يتشبث بحقه وأعلن منذ البداية بأنه ينال كل وطنه وكل استغلاله أو يستشهد فداء لذلك. وبالتالي الشعب الصحراوي اليوم هو يراهن على قوته الذاتية، يراهن على أدواته الذاتية، ولكن أيضا يراهن على حلفائه ويراهن على الحرة في العالم والدول التي لها مبادئ، وخاصة الجزائر الشقيقة وجنوب إفريقيا وأنغولا والدول الإفريقية التي ذاقت نير الاستعمار والتي هي اليوم على استعداد أن تقف إلى جانب من هم يواجهون ما كانت تواجهه في فترات الاستعمار التي أنهكت الشعوب وخربت الحرث والنسب. أشكرك جزيلا سيد حمّى المهدي، مسؤول قسم المواقع الإلكترونية بوزارة الإعلام الصحراوية، على هذه المداخلة القيمة. مشاهدينا الأفاضل، إلى شيء من الجمال والترفيه في هذه السهرات الصيفية بعنابة. هنا ساحة وطورة أو القلب النابض لجوهرة المتوسط عنابة. المكان يشهد حركية كبيرة، عائلات من داخل وخارج الولاية تستمتع بهذا الفضاء المفتوح. أم البواقي السياحة تاعنا تاع البلاد تاعنا والله ما شاء الله. والله جبنا أماكن سياحية يعني نفتخروا ببلادنا. من الخنشلة، من بجاية، من جونا، من كل نواحي، مش غير من عنابة برك. مصالح الأمن تسهر على مرافقة العائلات أمنا وتحسيسا من خطورة فيروس كورونا. هاكم وحده هاي هذاك فهمتي، كورونا ما زالت
اونيفو سيكوريتير والله لاباس، ما كان حتى حاجه، ما كان حتى مشكل في عنابة. توزيع المدروس لمختلف التشكيلات الأمنية والمسخرة، كذلك مع دعمها بالوسائل والتجهيزات المناسبة. ليل عنابة كنهاره، عائلة وجدت كل الظروف لقضاء ساعات هنا، استمتعت بمناظر البحر، بروعة المكان، وبلذة الطعام. حتى إلى تجيب الأولاد دراري حالة نعمة الحمد لله. نعم بلاصة مليحة خلاه، جو عائلي، ناس فاميليار، بلاصة محترمة، استقبال مليح، ماكلة مليحة. عنابة هي أيضا مواقع ومعالم أثرية، شواطئ برمال ذهبية في انتظار موسم صيفي سياحي متميز هذه السنة. كل شيء جميل في عنابة الساحرة. مشاهدينا إلى ركن البيئة الآن، قافلة ترفيهية لصالح أطفال أدرار ورقلة وغردية تنظمها الوكالة الوطنية للنفايات من أجل تنمية ثقافية بيئية لدى الطفل. ضيفتي في الاستوديو سيدة حورية فليفتي، رئيسة مصلحة الإعلام بالوكالة الوطنية للنفايات. سيدة فليفتي صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير لك الأخت، صباح الخير مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن الاستضافة. أهلا بك سيدة فليفتي. من بين أبرز المهام التي تقوم بها الوكالة الوطنية للنفايات التوعية والتحسيس وخلق مناخ ملائم للوعي البيئي وسط كل فئات المجتمع، وبالضبط يعني الوسط المدرسي، يعني أين تكمن أهمية ذلك في تحقيق نتائج إيجابية في الميدان؟ بما أنه الوكالة، نعيد نعرف بالوكالة اللي هي هيئة ناشطة تحت وصاية وزارة البيئة، من مهامها تقديم الدعم التقني للجامعات المحلية والفاعلين في مجال صيانة النفايات. الجانب التوعوي التحسيسي اللي قدم من كمهام أخرى للوكالة الوطنية للنفايات، الجانب التوعوي التحسيسي الموجه لجميع شرائح المجتمع على وجه الخصوص. هذه القافلة على وجه الخصوص موجهة للأطفال، هي ليست كحملة أولى موجهة للأطفال، كانت قامت الوكالة الوطنية للنفايات بعدة حملات توعوية وتحسيسية موجهة لشريحة الطفولة نظرا لأهمية هذه الشريحة ونظرا للرؤية اللي تنظر لها الوكالة، بما أنه طفل اليوم هو مواطن الغد وهو اللي راح بإمكانه أنه يحافظ على البيئة نتاعو اللي يعيش فيها. سيدة فليفتي كما ذكرت هي قافلة اليوم هي ضمن سلسلة قوافل أخرى جابت الشرق الوسط اليوم الجنوب، ما هي الولايات المعنية وما هو مضمون هذه القافلة والأهداف من ورائها؟ القافلة التوعوية التحسيسية التي هي عبارة عن عرض مسرحي موجه للأطفال، عرض مسرحي تحت عنوان نفايات دار أمين. هذا العرض اللي حطت القافلة رحالها في ولاية غردايا كان يوم الأحد، واليوم كان أمس وقبل أمس كانوا في ولاية أدرار كذلك المحطتها الثانية. اليوم هم في طريق إلى محطة ثانية واللي هي محطة ورقلة، حيكونوا في ولاية توغرت كذلك، بعدها ولاية الواد، ومن ثم ولاية بسكرة. هاد القافلة نظمناها بالتنسيق طبعا مع مديريات البيئة لكل ولاية من هاد الولايات المذكورة، في إطار هي جات مع مناسبة 5 جويلية اللي هي عيد الاستقلال والشباب، بما أنه الأطفال هم شباب الغد اللي وجهنا لهم هاد القافلة. ونعرفوا أنه في فصل الصيف مشي صعيب، ولكن قليل أنه يكون كاين نشاطات في اللي تتوجه من الشمال، عادة أنه إلى المناطق الداخلية، عادة أنه يكون العكس، أنه سكان الجنوب هم اللي يجوا للشمال من أجل الاصطياف.
الاصطياف عكسنا الصورة وقلنا نتوجه الأطفال أطفال الجنوب اللي استفادوا من هاد العروض المسرحية اللي حتكون في ولايتهم. طيب سيدة فليفتي، هل يعني الأطفال المناطق النائية هم فقط المعنيون بهذه العروض المسرحية التفاعلية كما ذكرت لي يعني في الكواليس، وما الذي تصبون إليه يعني من خلال هذا المسرح التفاعلي؟ أول شيء كي فكرنا في مسرح فكرنا أنه الطفل وحب الطفل للمسرح، فكرنا في أنه نتصلوا بأخصائيين تاع كتابة نصوص وكذلك مدينا المعلومات اللازمة الخاصة بتسيير النفايات خاصة بما أنه مجالنا، ونسقنا من أجل هذا العرض المسرحي. كانت موجهة في عطل سابقة، عطلة المدرسية لفصل الشتاء، وتوجهت وانطلقت في عدة أربع ولايات من الشرق الجزائري اللي كانت تمثيلها ميلا، باتنا، وسكيكدا. كانت محطات في مناطق ظل في هذه الولايات. المسرح وعلاقته بمناطق الظل، نعرفوا أنه منطقة الظل ما راحش نلقاو فيها مسرح. الطفل في منطقة الظل ما راحش يقدر يتوجه المسرح ويشوف مسرحية ويستفاد من المعلومات ربما اللي يقدمها له المسرح، يستفاد من عدة أشياء. فكرنا في هذا مسرح اللي هو نوع مسرح الشارع، عبارة عن عرائس القراقوز هما اللي راح يقوموا بالأدوار في هذا الدور المسرحي. حيكون دور كذلك تاع طفل أمين. هذا الطفل أمين هو طفل جزائري راح يشوف الأطفال نفسهم فيه، اللي راح يقوم هو فضولي حوس يبحث عن المعلومة ويقوم بمرافقته وتفاعلي مع الأطفال. أنه الأطفال راح يساعدوه يوجهوه يقدموا له معلومات اللي يكونوا عندهم، هو كذلك راح بدوره يقدم لهم معلومات، راح يبحثوا معا عن ما هي كيفية تسيير النفايات. أين يستطيع وضع نفايات الطفل، ما هي المؤسسات في الجزائر، لأنه الطفل ما عندوش نظرة بأنه هناك مؤسسات اللي راح وضعت هذه الدولة الجزائرية من أجل تسيير النفايات هذه. ما هو دور البلدية في هذا التسيير؟ ما هو دور مؤسسات تسيير مراكز الردم التقني للنفايات، مؤسسات جمع هذه النفايات، مؤسسات تدوير جميع تعريفه بالسلسلة يعني جميع سلسلة تسيير النفايات في الجزائر، ويكون هذا بطريقة فكاهية، طريقة تفاعلية وهزلية كذلك. وربما سيكون هذا تحفيز أيضا وترسيخ لكل هذه المفاهيم لدى أطفالنا. هو هدف هاد القافلة واختيارنا للمسرح بصفة خاصة من أجل إيصال ثقافة بيئية وترسيخ هاد المعلومات. وهاد حبينا أنه الطفل تكون عنده روح من أجل التعامل مع البيئة تاعه، من أجل حب هاد البيئة وخدمتها بالتالي. طيب سيدة فليفتي، أذكر فقط بالولايات المعنية والوجهة، يعني اليوم أنتم وين والوجهة إلى بالطبع. أين ستكون وحتى مدة القافلة يعني. طبعا القافلة انطلقت يوم السبت، كانت المحطة الأولى بغردية، كنا بقرية تافيلالت من أجل أطفال تافيلالت. في أضرار كنا في منطقتين، كنا في قصر الثقافة وفي ساحة شهداء من أجل تاني أطفال ولاية أضرار. القافلة متجهة اللي حتكون غدا يوم الجمعة على مستوى ولاية ورقلة، حتكون بالسبت في ولاية توغرت كذلك من أجل أطفال توغرت. بعدها الاثنين حتكون في ولاية الوادي، ومن ثم آخر نقطة حتكون في ولاية بسكرة يوم الأربعاء 14 جويلية. هي دعوة لجميع أطفال هذه الولايات أنهم يكونوا في الموعد من أجل حضور هذا العرض المسرحي، ولما لا أبائهم يكونوا معهم كذلك. سيدة فليفتي، يعني هذا بشأن القوافل الخاصة بأطفالنا وأهلنا في الجنوب، ماذا عن الحملات التحسيسية للجمهور العريض التي تعمل على تطويرها وتنشيطها دائما الوكالة الوطنية للنفايات؟ على حسب الوكالة عندها مخطط سنوي تقوم به من أجل الحملات التوعوية والتحسيسية. في هذا الإطار هناك مراحل أو هناك نقاط أو تواريخ اللي لازم يكون عندهم
صدى أكبر من أخرى. على سبيل المثال نذكر أنه في شهر رمضان الفاضل راح يكون كاين تزايد في كمية النفايات، وهذا التزايد هو راجع للتبديل الغذائي اللي نقوم به إحنا كمواطنين جزائريين، بالتالي حين نخلفوا نفايات بكميات أكبر في شهر رمضان الفضيل. هذا اللي وجهنا أنه نقوم بحملات توعوية تحسيسية لتكون قبل خلال شهر رمضان الفضيل من أجل التقليل من التبذير الغذائي. عندنا نقطة أخرى اللي نقوم بها كذلك في حملات توعوية تحسيسية، هذا السنة صادف حملتين اللي هو حملة عيد الأضحى، نعم. لأنه نفايات الأضاحي اللي حتكون عندها كذلك رمي عشوائي حيكون عندها تسيير خاص بها، نعم. نقوم بحملة توعوية في هذا الإطار. صادفت كذلك معها موسم الإصطياف. موسم الإصطياف نعرف أنه في الشمال الجزائري تزيد كمية النفايات المنتجة للمصطافين، ليس فقط على مستوى الشواطئ ولكن جميع المناطق الشمالية. هذا راجع لعدة عوامل، منها العامل أنه النفايات حتكون عندها طابع آخر. نعرف أنه الفواكه الموسمية حيكون عندها حجم نفايات كبير مقارنة بالمواسم الأخرى. كذلك النشاط اللي تشهده المناطق الشمالية في فصل الصيف، هذا ما يخلف نفايات حجم أكبر وكمية أكبر، اللي دفعنا أن نقوم بحملات تحسيسية توعوية على مستوى المناطق اللي يزورها المصطافون في فصل الصيف. سيدة فليفتي، يعني الأسبوع اللي فات استضفنا أحد إطاراتكم للحديث عن التقييم الكمي للنفايات المنزلية، هل العملية ما زالت مستمرة لحد الساعة؟ طبعا العملية مستمرة، هي في صيف 2021. نعرف أنه تقييم الكمي للنفايات هي حملة نقوم بها سنويا، كانت في فصل الشتاء، فصل الخريف والربيع، وكذلك احنا اليوم في صيف. الحملات هي عبارة، كان عندكم تعريف ولكن نزيد نذكر، هي عبارة عن حملة اللي حنقوموا فيها بتوعية المواطنين وتحسيسهم، وكذلك نفس المواطنين راح نتابعوهم لمدة شهر من أجل وزن النفايات اللي ينتجوها لهذه المدة. هذا راح يساعدنا في استخراج مؤشرات، نعم. مؤشرات هذه أخرجنا نخرجوا كمية النفايات اللي ينتجها كل فرد سنويا، وهذا ما يساعدنا في استخراج مؤشرات. المؤشرات حتساعدنا من أجل وضع استراتيجيات ملائمة وتتوافق مع التسيير الجيد للنفايات المنزلية. أشكرك جزيلا سيدة حورية فليفتي، رئيسة مصلحة الإعلام بالوكالة الوطنية للنفايات، على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا لك. مشاهدينا الأفاضل، إلى هذا الروبورتاج الذي أعدته الزميلة حنان حداد حول المواقيت الصيفية التي أقرتها المؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر. إعطاء نفس جديد لمحطة النقل أول ماي بالعاصمة وإعادة تهيئتها تزامن مع الأسبوع الأول من موسم الإصطياف. حاجة مليحة، العمل تاعو مليح اللي خدمه، وحاجة تفرح المواطن الجزائري. تم تهيئة محطة أول ماي بهياكل لاستقبال المسافرين، هذه الهياكل مطابقة للمعايير من حيث السلامة والراحة، كما تم تهيئة هذه الهياكل بلوحات رقمية يتم من خلالها بث معلومات تتعلق بالرحلة برحلة المسافر ويتم التحكم فيها عن بعد. هذا وعكفت شركة النقل الحضري والشبه حضري على تكييف مواقيت العمل بما يسهل تنقلات المواطنين. أكيد، على كل حال التغيير هذا ساعدنا، فكرة رائعة جبتنا حنايا كطلبة، خاصة النقل الجامعي في الوقت الحالي ناقص كثير. تزامنا مع حلول موسم الصيف، الشركة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها قامت بضبط وتغيير مواقيت آخر الانطلاقات من محطة أول ماي، وحيكون إن شاء الله على الساعة 8. تقديم خدمات جيدة أثناء موسم الاصطياف وتسهيل تنقلات المواطنين من بين أولويات إيتوزا.
أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. في فضاء الجمعيات سنتوقف اليوم عند مخاطر السباحة في الوديان والآبار والسدود التي تهدد حياة الشباب والأطفال، وكيف يسعى المجتمع المدني لتكثيف التحسيس والتوعية بذلك من خلال نشاط الجمعية الولائية للمواطنة وحماية الأسرة وحقوق الإنسان. ضيفي في الاستوديو السيد عيسى داودي رئيس الجمعية الولائية للمواطنة وحماية الأسرة وحقوق الإنسان. سيد داودي صباح الخير، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح النور، وصباح النور للسادة المشاهدين وكل الطاقم اللي استضافنا هنا. يا خير أهلا بك سيد داودي. أنا أود في البداية نتعرف معك على هذه الجمعية التي تشرف عليها وعلى أبرز أهدافها. هي جمعية ولائية هدفها خيري إنساني، نسعى دائما لزرع روح التضامن وحماية الأسرة من عدة مخاطر، وشغل أي نشاط جمعوي يعود فائدة سواء للمجتمع وللفرد أن نساهموا فيها. طيب سيد داودي، يعني الشباب، كثير من الشباب اليوم والمراهقون والمراهقين يعني مع دخول فترة الصيف يتوجهون بكثرة نحو السباحة، وقد يلجؤون إلى شواطئ ممنوعة فيها السباحة، إلى الوديان، إلى البرك، إلى مسطحات يعني غير محروسة وحتى الأودية. بالنسبة لكم يعني كجمعية، هل الأمر يعني تعملون عليه من خلال التحسيس وتوعية بخطورة كل ذلك على الشباب؟ طبعا هذاك راه مشكل عويص جدا، وحنا كجمعية ان شاء الله بربي رانا نديروا المستحيل ان نديروا حملات تحسيسية، وحملات تحسيسية نوعوا الاسر ونوعوا الاطفال، لانه علاه؟ بحكم عندنا هنايا منطقة، مثلا نحكي لك على بلدية سيدي العجال. نعم. ايوا الطفل الصغير هذا كي ما يلقاش الامور الترفيهيه، مثلا نحكم من ناحيه، بما ان رانا نحكم على اخطار المسابح، ما عندناش مسبح، يلجا الطفل لهذا الحاله انه يروح الى الاوديه الى الاحواض الفلاحيه، هذيك اللي شغل كيما نقولوا احنا على برا يقول البسانات تاع الفلاحه. نعم. هذه اللي تخلي الطفل انه، وان شاء الله بربي هنا قلت لك نسعى وان نديروا المستحيل باش نحثوا الاسر ونحثوا الاطفال ونحثوا من الخطر هذا. طيب الحديث عن الخطوره سيد داودي، يعني من المخاطر السباحه في هذه المسطحات المائيه، البرك، الوديان؟ اولا عدم المراقبه، ماهيش البرك والاوديه هذه ما فيهاش مراقبه، مش كيما الشواطئ اللي قادر معناها تكون اعوان شواطئ وغير ذلك. ثانيا يعود الاختلاط، ومع البلاد راه تشهد وباء. ثالثا المياه ماهيش نظيفه. هذه رابعا ضربت اشعه الشمس اللي قادر تروح فيها ارواح تاع اطفال كاع. وايضا الغرق، يعني حتى الغرق هذاك مشكل كبير. كل عام نسجل الكثير من الحوادث يعني المميته بسبب الغرق، ايضا ممكن ان تؤثر حتى على صحه الاطفال، يعني هذه المياه بالعموم غير نقيه وغير مراقبه وغير. طيب برايك سيد داودي، من يتحمل المسؤوليه عن هذه الحوادث؟ نحملوا انفسنا كامل المسؤوليه، كمجتمع مدني، يا أسر، يا سلطات، لأنه على السلطات المحلية مثلا إذا وفرت هذه المتنزهات على الأطفال، ما تخليش الطفل أنه يروح المسابح هذه، وما يروحش الأحواض، وما يروحش الوديان. وثانيا مع احنا في عندنا في بلدية سيدي العجال مبرمجين، لأنه مشكل تاع التسجيل، مبرمجين مسبح لكن لحد الساعة مازال ما تسجلش المشروع تاعو. ولكن سيد داودي، حتى غياب مرافق يعني كمسابح في البلديات ولا المناطق النائية، هذا لا يسمح ولا يبرر يعني الذهاب إلى المسطحات المائية، الوديان، البرك، لما ما فيها من خطورة يعني. ما هي مسؤولية المسؤولين المحليين، مسؤولية الأولياء أيضا؟ لا، المسؤولية المسؤولين المحليين أنهم في التوفير. مثلا مشروع مسجل
يسعوا باش يجسدوه على أرض الواقع. الأسر الرقابة، الأسر يجب تراقب الأبناء تاعها، خاصة نحن في فصل الصيف رانا نشهدوا درجة حرارة قصوى. هذه هي حتى دور الأولياء سيد داود. هي يعني الأولياء، الأولياء لابد لابد أنه يراقب الإبن تاعه، ما يخليش الإبن تاعه مثلا هنايا الوحدة تاع الواحدة زوالا ما على بالوش باللي ابنه وراه. نعم، هذا هو المشكل. هل من خلال نشاطكم كجمعية وبالعموم جمعيات المجتمع المدني يعني تسعون للتحسيس بهذه المخاطر والتوعية، ربما حتى من خلال نشاطات ترفيهية تقومون وتقدمونها لهؤلاء الأطفال؟ المجتمع المدني نشاطات ترفيهية أنه يسعى فيما مضى قبل ما يولي كاين الحجر في الحالة الوبائية هذه، كانت في فصل الصيف برنامج انه رحلات الى شواطئ سواء هنا جزائر العاصمه او عين تيموشنت. نعم. او مزدغانم او لكن مع هذه الحاله الوبائيه حاليا يصعب تعود الامور صعبه شويه. وان شاء الله بربي نسعوا ان شاء الله. سيد داودي، هل لديكم مشاريع اخرى خيريه تضامنيه من خلال الجمعيه تاعكم؟ كاينين مشاريع ان شاء الله بربي، خاصة في الأيام القليلة الماضية كنا دايرين إيواء تاع الطلبة الأحرار. نعم. ما يقارب 250 طفل على كل طلبة الأحرار على مستوى الولاية. كاين واحد الأمور الأعمال الخيرية ما نقدروش نقولوها لأنه خلوها بين شغل بيننا وبين مولاها كما يقولوا. وإن شاء الله كاين فيها برامج. أتمنى لكم التوفيق سيد عيسى داودي رئيس الجمعية الولائية للمواطنة وحماية الأسرة وحقوق الإنسان، شكرا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. أشكر على وجهك. مشاهدي الأفاضل إلى فاصل نتواصل بعده. آخر محطة في هذا الصباح الصفحة الرياضية وزميل بلال بوزيدي بعد الفاصل. بلال صباحك سعيد. صباح الخير عفوا، شكرا لك جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية الصباحية. والبداية بممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث تنقل وفد شبيبات القبائل أمس إلى البنين في رحلة خاصة انطلاقا من المطار الدولي الجزائري هواري بومدين. وفد الشبيبة تنقل لأجل المشاركة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي سيلعب هذا السبت 10 من الشهر الجاري أمام الرجاء البيضاوي المغربي بملعب الصداقة، بنية انتزاع النجمة القارية السابعة بعد 19 عاما عن آخر تتويج إفريقي حققه الكناري سنة 2002. وكانت الشبيبة قد أجرت أمس آخر حصة تدريبية بأرض الوطن، ركز خلالها المدرب دينيس لافان على الجانب الفني والمعنوي من أجل تحفيز اللاعبين على ضرورة العودة بالتاج الإفريقي من البنين.
ليش سيريوز اون كومونسي دي بي لونتون. الامور والجديه بدات منذ مده، سنحاول انهاء المنافسه الافريقيه باحسن طريقه. سي لا بوتيوز دون فاي سي. فيما يخص اللاعبين كلهم جاهزون. أظن أنه لا توجد هناك غيابات عن المباراة عدا بعض الإصابات الخفيفة، والكل سيكون جاهزا يوم المباراة. سنبذل كل ما بوسعنا من أجل العودة بالكأس الإفريقية. هي مباراة في كرة القدم، الحظوظ متساوية، لكن تبقى حظوظنا في التتويج قائمة. في موضوع آخر، استطاع أمل الأربع أن يحسم أولى جولات البلاي أوف أمام فريق مستقبل واتسلي بركلات الترجيح. ثم إلى الشعراوي على الجهة اليمنى، العرضية داخل مناطق الجزاء، الدفاع يتدخل في ظهر المدافعين، تبقى الفرصة مستمرة للأمل. أوكيلو ينفذ المخالفة، منفذ هو مرت أمام اللون الرسمي والركنية، صعود مجموعة من اللاعبين والقائمة في القائمة الثانية، وشويح يتدخل ممتاز بخبرة السنين وبقوة وبتوقع. هذا هو شويح أحمد، كرة لم تخرج، تبقى دائما على الجهة اليسرى لفائدة شباب واتسلي. العرضية موجود، هجماته على الرواق الأيسر، على الركنية منفذة في القائم من جديد. دومي في مواجهة دحماني، هل سينجح؟ هدف أول في التنفيذ. ميباركي بالقدم اليسرى أمام شويح، ميباركي من جانب أمل الأربعاء، هل سينفذ؟ ممتازة، هل سيسدد؟ هل سيسجل؟ هل سيتصدى؟ ولكن يسدد ويسجل ركلة جزاء. إذن هل سينجح كسيلي في تسجيل الثالثة؟ أم سينجح في المقابل دحماني في صدها؟ كسيلي دحماني، الثالث، هل سيصدها أم سيسجل بركوسي؟ ضاعت، مسؤولية كبيرة على دحماني ومن سينفذ من جانب فريق أمل الأربعاء. اللاعب رقم ثلاثة، هل سيعاد الأمل للمستقبل؟ بن شوشة ممتاز، بن شوشة يسجل، إذن يسجل ركلة الجزاء الثالثة. هل سينجح أمل الأربعاء في تنفيذ أو في تسجيل ركلة الجزاء الخامسة؟ أوكيل عمار في التنفيذ، هل سيمنح التفوق؟ خلاص، الفوز لأوكيل ولأمل الأربعاء في هذه المباراة بركلات الترجيح. في موضوع آخر، تدرك الرابطة الوطنية الأولى لكرة القدم جولتها 30، وذلك بصراع قوي لأصحاب المقدمة، فيما تواصل فرق مؤخرة الترتيب اللعب من أجل البقاء. مقدمة عن الجولة 30 مع وليد فرحاني. قمة الوفاق الصيفي وشباب الوزداد ستسرق أنظار متتبعي الرابطة المحترفة الأولى، لقاء سيجعل الظافر بنقاطه يقترب تدريجياً من التتويج باللقب. القمة الثانية سيحتضنها ملعب 20 أوت ببشار، عندما تستقبل شبيبة الصورة ضيفتها مولودية وهران. ورهان النقاط الثلاث غاية الناديين للبقاء على مقربة من فرق الصدارة. مولودية الجزائر العائد في الجولات الأخيرة ينزل ضيفا ثقيلا على اتحاد بسكرة بنية العودة بفوز هام، أما أصحاب الضيافة فالفوز وحده يخرجهم من منطقة الخطر. أما شباب قسنطين المنتشي بفوز في آخر الجولات على حساب الصورة، سيسعى لتكرار ذات النتيجة أمام نجم مقرى الذي لن يكون بالخصم السهل خاصة على ملعبه. أما اتحاد الجزائر فسيكون أمام فرصة تحقيق الفوز والاقتراب من فرق البوديوم، عندما يستقبل اتحاد بالعباس الذي يهدف هو الآخر لتحقيق المفاجأة والعودة بالانتصار من بولوغين. أولمبي المدية الذي أطاح بالمتصدر وفاق صطيف يطمح لتسجيل الفوز الثاني تواليا، لكن مستضيفه أولمبي شلف ينتابه نفس الطموح بعد الظفر بنقاط نادي بارادو في الجولة الماضية. أما جمعية أمل عين مليلة ونادي بارادو فسيسعيان لتحقيق الأهم للبقاء بعيدا عن الفرق المهددة بالسقوط. أما دربي الغرب فسيخوض تفاصيله ودة تلمسان وسريع غليزان بشعار الفوز لا غير للهروب إلى بر الأمان.
آخر المباريات ستحاول من خلالها النصرية استغلال فرصة الاستقبال للمرة الثانية على ملعبها عندما تستضيف أهل البرج الذي سيحاول الحفاظ على بصيص الأمل رغم صعوبة المهمة. هذا ولتذكير مشاهدينا الكرام، فإن الجولة 30 سيكون منقول منها ثلاث مباريات. الأولى تجمع بين وفاق سطيف شباب بلوزداد قمة الجولة، ستكون منقولة على القناة الثانية عند 9 ليلا، وفي نفس التوقيت على القناة 6 والرابعة تنقل مباراة اتحاد العاصمة واتحاد بالعباس، وآخر مباراة على 6 بين شبيبة الثورة ومولودية وهران على القناة 6. عودة إلى التظاهرات الجارية فيما يخص الألعاب المدرسية والجامعية، حيث تعد تظاهرة فرصة لانتقاء المواهب الشابة التي ينتظر منها أن تكون خير خلف لخير سلف، وذلك في مختلف الاختصاصات أبرزها رياضة الجودو. سهيلة معوش أعد التقرير التالي. أن تكون عنصرا فعالا في الرياضة، أن تكون رياضيا من المستوى العالي، أن تمثل راية بلادك في مختلف المنافسات الدولية، أمر يرتكز أساسا على التكوين منذ الصغر من خلال الاعتماد على المواهب الشابة في كل الاختصاصات. رياضة الجودو واحدة من الرياضات التي تعتمد على الخفة والذكاء وتتطلب جهدا وتحضيرا كبيرين لتطبيق جودو تقني نظيف. الحمد لله اليوم كاين عودة تاع المصارعين، وهذو هما الشباب اللي راح يكون ان شاء الله في المستقبل ريزيرفوار تاع ليزيكيب ناسيونال ان شاء الله. الجزائر عندها خزان، عندها خزان من المصارعين اللي كيشتي البطولة، كاين مصارعين لاباس بهم في مستوى عالي، ولكن كنا نركزوا على الاطارات، تعيين اطارات مدربين في الفرق الوطنية ذات مستوى عالي. الأجيال تتوالى والأسماء والألقاب تنتزع عن حضرة الأبجديات، واحترم الاختصاص بحذافره، وهذا يأتي بدءا من التكوين وانتقاء المواهب الشابة من خلال المنافسات المدرسية الوطنية فضلا عن الجهوية، حينها يقول هؤلاء نحن هنا. التدريبات ما كانش سهلة باسكو كيما هاد العام ماشي كيما العوام الاخرين، كنتو تعرفوا كورونا منا شغل نونطريني وخايفين اي لحظة يجيو يغلقوا، خايفين بزاف من الظروف الصحية. الحمد لله كي وصلنا الناسيونال، الحمد لله كي شاركت فيها، الحمد لله يا ربي، وراني هنا ان شاء الله على البوديوم ان شاء الله يا ربي. راني هنا باش ندي لا ميداي دور، تعبت بزاف باش نديها بها. المستوى راه طالع بزاف، المستوى راه جيد، النيفو راه عالي، وراني هنا باش نطلع البوديوم ان شاء الله. المرافقة الفنية والبدنية لمواهب الجودو ستثمر على البساط حتما، وستكلل في الأخير باعتلاء منصات التتويج، وإن لم يكن فقد رسموا على التطمي منازلة فنية من المستوى العالي. يعني المدرب بكل صراحة راه يمد الكثير الكثير كما شفنا في البطولة المدرسية اللي تجرى اليوم، كاين فئات لباس بها يسمى عناصر شابة، مواهب شابة في المستقبل إن شاء الله تكون أبطال. كانت المرافقة كنا حضرنا هذه البطولة مع العلم كاين كورونا وكاين هذه، لكن التحضير كان شوية صعيب. نرافقوا من ناحية النفسية، من ناحية خاصة الجانب البسيكولوجي، خاصة التدريبات كاع الناس تدرب كيف كيف. المواهب الشابة التي جاءت من مختلف ربوع الوطن استفادت من طاقم آخر متشبع بالخبرة، ألا وهو طاقم التحكيم الذي نقل خبرته للمصارعين لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها. ديت لومينيون لي زابيت جوستومون دون سو سونس على في هذه، وجهتهم على هذا الشيء باش كي ما يمدش حاجة اللي ما تبانش لاتليت. الاتليت ما يعرفهاش ولا ما يشوفهاش ولا، دونك عطينا لهم يعني يسونكسيونيوهم في حوايج باينين ولي زاتليت يعرفوهم، ومام المدربين والحكام يابليكيو لو ريغلومون. حنايا لازم علينا نابليكيو ريغلومون انترناسيونال. كي نحكموا على حساب قانون دولي، ما نزيدوا لا من عندنا لا ما نقصوا. و لاتليت كي بيناليزيوه ولا باغ اكزومبل يدير ان سكور لك شي حاجه سي حقه، ما نعطيولوش هكذا، اون في با سورتي دي فو شامبيون. الاهتمام بالفئات الصغرى واجب لتسليم المشعل وتكوين مستقبل يكون خير الخلف لخير السلف.
وفي كرة السلة انطلقت المباريات بمواجهات عديدة خاصة بين اتحاد أو بين فرق البوليدة ووهران وكذا بومرداس والأغواط وغيرها من الفرق المشاركة. ورغم التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا إلا أن المستوى كان راقيا حسب الزميلة نسرين شبط. الرياضة المدرسية حضرت والكرة البرتقالية في قلب الحدث بمدينة لها من تقاليد كرة السلة ما يكفي لتنظيم مثل هذه التظاهرات. لقاءات جمعت بين فرق من مختلف نواحي الوطن منهم فريق وهران والأغواط وعين تيموشنت وغيرها. مباراة الأغواط ونادي بومرداس المبرمجة في بداية المنافسة أجلت إلى ما بعد مباراة وهران ونادي البوليدة بسبب تأخر نادي الأغواط عن الحضور في الوقت المحدد. لقاء فريق وهران والبوليدة شهد في البداية كر وفر بينهما ليتفوق نادي مدينة الورود لكرة السلة المدرسية في الشوط الثاني والثالث. أما الشوط الرابع رغم محاولة النادي الوهراني للعودة في النقاط لكن لم يتمكن من ذلك لينهزم في الأخير بنتيجة ثقيلة. شكر الفريق اللي ربحنا وهدينا هذا لافيكتور للشيخ تاعنا وصافي بليزير وعاودوا لنا عاودة جات الباسكت عندنا بزاف ما لعبناش وهذه سكولير ونشكروا اللاعبين اللي قدموا مجهود كبير مالغري حبسوا بزاف كانت لا بيريود كبيره بزاف اللي حبسوا فيها نقصنا في لي كاباسيتي تاعنا ولكن الحمد لله بفضل المدربين والناس اللي ساعدتنا يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم ونظن هكذا وفقنا ربي باش تأهلنا للنصف النهائي ونقدم هذا الشغل لجميع الناس اللي ساعدتنا من لا ليغ من لا دي جي اس ولايه البوليده كامل. علاش انا في ان تري بون ماتش ورانا نتعلموا كل عام وتزيد 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 فهمتوها ان شاء الله. انا ما راحش نكون في الموسم اللي يزيد بصح عشرة هنا اصحابي راهم يكونوا وفيها ان شاء الله خير. ان شاء الله ربي يحفظك اختي. نروح الخارج وان شاء الله نزير روحي في لي زونترينمون وهذه كونفينمون ما كناش ترينو بزاف. ايوا الكلوب كاع كانوا حابسين. صح كاع هكا ورانا زعما فرحانين كاع خاطش مام في الريجون تاعنا ما كاش لي زيكيب بزاف كي جينا بفريق رانا درنا معاهم وكاع في ستادهم. ما يخفاش عليك باللي انا بيرسونالمون جو سوي تخي فيغ من لي جوار تاعي زعما صراحه ادوا مباراه في القمه. ما كناش ماشي ما نقولش ما كناش ننتظروا في هذا الشيء مي تقدر تقول باللي الغرب الجزائري ما مدين عنده فكره مدين عليه فكره باللي كره السله ما كانش. مي الحمد لله زعما اون بروفي باللي عندنا اون بلاص. ما ثاني ما يخفاش عليك باللي لي جوار تاعي كاع صغار لا بليبار تاعهم كاع صغار سيدي 2004 2005 صافي دير كاع غادي نعاودوا نلقاهم ان شاء الله في البطوله المدرسيه العام المقبل ان شاء الله. ويتاهل نادي البوليده الى نصف نهائي هذه المنافسه. دائما مع الألعاب المدرسية والجامعية وهذه المرة في ألعاب القي والذي عرف مشاركة مكثفة للرياضيين خاصة وأن هذه التظاهرة تعد مرحلة تأهيلية للألعاب المدرسية العالمية شهر سبتمبر المقبل. دنيا حجاب والتفاصيل. تعد رياضة ألعاب القوى من الاختصاصات الشعبية لفئة المتمدرسين فأكبر عدد للمشاركين في هذه الألعاب هو في اختصاص أم الرياضات باعتبارها مؤهلة للبطولة العالمية شهر سبتمبر المقبل. قالوا لنا خالد باللي انت هو مخلوف اثنين. عندي فزت ببطولة وطنية في تيزي وزو ونائب بطل الجزائر في ريت وهر وتروح ان شاء الله بطولة عالمية ان شاء الله. ان شاء الله نحب نطمح ونروح نولي زي مخلوف ان شاء الله. انا الرياضة المدرسية هذه مدرسة ابطال انا ان شاء الله حاب نولي بطل في المستقبل تسمى راني جاي هنا بنولي بطل ان شاء الله. تقول للشباب اللي كيما انت ما يمارسوش الرياضة
الشباب هذا لازم يمارس الرياضه، الرياضه تبعدهم على هاد الافات الاجتماعيه وهاد المصائب، تسمى تحميهم من هاد الحوايج، وزيد العقل السليم والجسم السليم. كل الفروع كانت حاضره في اختصاص ام الرياضات وفي مختلف الفئات العمريه وعند الجنسين. نشكر بابا اللي جاز دوز معايا العام كامل، اللي هو اللي واسي فيا باش تحصلت على بروميير بلاص في الديسك لونسي دو ديسك كادات بروميير اني. شنو لكم الرياضه مدرسه؟ هي الحياه تاعي، هي مستقبل تاعي الرياضه. فهناك من كان سعيدا بفوزه بلقب الدوره، وهناك من عجز لسانه عن التعبير عند رؤيته لملعب خمسة جويدية ولأول مرة، وهناك من ربح بطاقة التعارف والصداقة للتلميذ بين المشاركين. بون راني فرحان كي شاركنا في الألعاب المدرسية، يعني راني فرحان فرحة كبيرة كي احتفلنا بسان جوي في ستاد سان جوي لي بروميير فوا نجي ليه. واش كي شفت الملعب خمسة جويلية؟ الحمد لله شي كبير شي عظيم من جيت لخمسة جويلية، هذه أول مرة تاعي زعما، والله الحمد لله يا ربي. عفسة مليحة كي دارنا هكذا ألعاب مدرسية، أول مرة في حياتي اللي نشارك عفسة هكذا مدرسية تكون. وي تكون فرصة مليحة باش نتعرف على صحابات جداد، نكون مثل المدرسة تاعي مثل الجزائر. وتبقى مثل هذه المنافسات الرسمية فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتزويد النخبة الوطنية بأحسن العناصر. بهذا نكون قد وصلنا للنهاية، في أمان الله عودة إليك عفاف. شكرا لك بلال على هذه الإطلالة الرياضية، شكرا وصل لكم أيضا مشاهدينا الكرام على كرم الوفاء والمتابعة، وإلى اللقاء.